السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الاهلي. وحشتوني جدا، بقى لي فتره ما طلعتش مع حضراتكم، لكن يعني كان زميل الامير هشام يعني قايم بالواجب وزياده، يعني بحييه طبعا على الهوا. شكرا جزيلا الامير هشام، كانت حلقات بالتاكيد مميزه. في الجزء الثاني النهارده من ملعب الاهلي ومباريات الدوري الممتاز اللي بدات فعالياتها امبارح، لكن النهارده كان اليوم الثاني في الاسبوع ال11. بدا بحرس الحدود وسموحه 1-1 التعادل الايجابي، وكمان كان في لقاء ثاني في استاد الاسماعيليه، قدر نادي الاسماعيلي ان هو يتفوق على بيراميدز 2-0، واول هزيمه لبيراميدز النهارده قدام نادي الاسماعيلي. اللقاء الثالث والاخير النهارده كان ما بين الداخليه وانبي، والتعادل الايجابي 1-1. في النص الثاني هيبقى معانا نجومنا وكابتننا كابتن عادل طعيمه وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش، هنتكلم بالتاكيد على المباريات اللي اتلعبت النهارده، وهنتكلم في المشوار المحلي اللي بدا خلاص فعالياته بعد مشاركه منتخب مصر وفوزه ذهابا وايابا وضمان الصعود لامم افريقيا 2019، اللي المفروض لحد دلوقتي في الكاميرون. يقال ان في بعض المشاكل في الاستعداد في الكاميرون، لكن لحد دلوقتي هي في الكاميرون يعني. اوكي، وكمان طبعا هنتكلم على رحله الاهلي لوفاق الصيف واحوال الفريق والاصابات اللي بيمر بيها الفريق، ومين ممكن يحل مكان علي معلول مثلا على سبيل المثال، وعوده وليد ازارو وعمرو السليه وحسام عاشور بالسلامه، ودي فعاليه طبعا وقوه كبيره جدا للنادي الاهلي، وبالتاكيد كمان سعد سمير. كل ده من خلال ملعب الاهلي النهارده. اسيبكم اسبوع اجي الاقي نفس المواضيع، مفيش حاجه بتتغير خالص، يعني نفس الكلام اللي بيدور كل سنتين كل ثلاثة كل أربعة على حسب ما يهفك الشوق. الأهلي مش نادي القرن، لا الزمالك هو اللي نادي القرن. المعايير واللوائح والأسس اللي اتعملت سنة 94 يعني ما كانتش مظبوطة قوي، وفيها شوية حاجات كده، نفس الكلام اللي بيتقال بقاله بتاع مثلا 7-8 سنين كده. وأقطع دراعي من هنا، من هنا هو، من هنا هو، من هنا اهو، ان هيجي بعد 10-15 سنه كده واحد جهبس كده هيقوم قايل لك ايه، بس انا جبت الخبر اليقين، واحد على فراش الموت في الاتحاد الافريقي قال لابنه انا عايز اعترف لك اعتراف خطير، نادي القرن مش الاهلي، لا الزمالك. انا سمعتهم وهم بيتكلموا وبيتفقوا على الطاوله على الترابيزه بدليل ان محضر الجلسه ما توزعش على الانديه، على اساس ان كل محاضر الجلسات بتتوزع على كل الانديه يعني قبل كده يعني. كانوا بيتكلموا فرنساوي، طب يا بابا انت بتعرف فرنساوي؟ لا يا ابني ما بعرفش فرنساوي، بس انا حسيت باحساسي كده. الكلام ده بيتقال كل شويه، وانا لما هناقشه من منظور تاني خالص. اتقتل بحثا كل الجهابزه اللي موجوده في مصر وكل الناس اللي لها علاقه بالتاريخ ولها علاقه بالمتابعه والمتابعه الرقميه والعلاقات مع الاتحاد الافريقي، واللي كانوا موجودين سنه 94، والصحف المصريه الاعلاميه اللي كانت بتتناول الموضوع وشرحت المعايير اللي هيتم على اساسها اللائحه ماشيه ازاي ومين هيتم اختياره نادي القرن في الوقت ده، كل الناس يعني قتلتها بحثا خلاص. الموضوع يعني بقى كل الناس عارفاه، لكن اللي في العقل في العقل، يعني اللي جوه في القلب في القلب، واللي في العقل في العقل. وطالما انت كمان يعني المنطق بتاعك ملوش علاقه بالواقع في بعض الاوقات، انا بميل لده على فكره، لما يكون اللي بيكلمك ملوش علاقه بالمنطق خالص، اوكي، يعني ملوش علاقه بقى براني ولا جواني، يقول لك يعني ما فيش حد يعرف الفلوس مزيفه ولا حقيقيه الا لما يكون عاقل مثلا يعني، اوكي. فطالما انت ماشي بالشكل ده برضو انا همشي معاك بالشكل ده يعني، يعني همشي معاك بنفس الاسلوب، لان هو نفس المنهج اللي ممكن يبقى بيطرح يعني. المنطق ان مفيش معايير بتقف عليها، ومش عايز تصدق ان في معايير وفي النقاط بتتحسب، وان في على اساسها بيتم اختيار الاول مثلا على سبيل المثال. مثلا نفس المنطق بقى يعني، احنا هنبعد خالص على الدماغ اللي بتفكر، احنا هنروح للناس اللي دايما ايه هتشكك ذهابا وايابا. تبقى انت 10 سنين مكتسح وتقول له انا متفوق عليك، يقول لك لا تحكيم المصري. طب التحكيم المصري يا ابني مش بيني وبينك في الماتشات خالص، اللي بيني وبينك خالص يعني، وبرضه كنت بتفوق بقالك 10 سنين على المنافس التقليدي بتاعي. لا ده في حكم انجليزي جاي، وكان في لعيب في النادي الاهلي محترف في الدوري الانجليزي، فكان بيتفق مع الحكم الانجليزي. اي كلام في اي كلام، اي موضوع في اي موضوع، خلاص المهم ان احنا نعمل حاله جدليه. بدليل
يمكن الناس ارتضت اصلا، يعني حتى الناس بدات ترتضت، حتى الشعار اللي كان بيبقى موجود في الفتره اللي فاتت ما بين 2000 لحد دلوقتي نحن قادمون، يعني انت عندك يقين ان الاهلي كبطل هو بطل القرن او بطل مصر او بطل القاره بلا جدال وبلا منافسه، لكن الشعار حتى كن نحن قادمون، يعني حتى لو انت عندك جواك حاجه مرتبطه بالماضي ولا حاجه هتقول يعني احنا راجعين راجعين لسبع عهدنا ولا حاجه، لكن انت جواك متاكد ان الاهلي متفوق بشكل كبير جدا بدليل الشعار نحن قادمون مش راجعون، يعني مش يعني ما كناش ابطال على الاهلي مثلا فراجعين ناخد الصداره منه من جديد، لكن دايما بعد فتره زمنيه هنحاول نعمل نوع من مش عايز اقول بلبله ولا حاجه، لكن نوع من الايه اثاره الراي العام كده، يعني الحاجه اللي هي تبقى شاده. فنفس المنطق ده انا هاخده على يومين، النهارده وبكره، النهارده وبكره عندي موضوعين النهارده، الموضوع ده وموضوع تاني يعني كنت عايزه يعني اتكلم فيه، بس ان شاء الله الرحمن يبقى عندي شويه وقت قبل ما ضيوف يخشوا عشان هاخد الموضوعين دول على يومين. اوكي، فكل 3 4 سنين كده هيثار الموضوع ده، وصدقوني مش هيتقفل، يعني الموضوع ده مش هيتقفل، واتحدى ان اي حد ممكن يعني مثلا يعني يقول لك حاجه بالدليل والمنطق، ابدا، كله كلام، كله كلام في كلامه خلاص. المهم هنروح المحكمة الرياضية، هنروح المحكمة الرياضية الدولية، طبعا حقك تروح الاتحاد، نقول لك بس الصح يعني تروح الأول الاتحاد الأفريقي وبعدين الفيفا وبعدين المحكمة الرياضية الدولية، لكن برضو يعني انتوا مش غراب على المحكمة الرياضية الدولية، يعني بس المرة دي هيبقى السؤال مختلف، هو في لعيب بيشتكي ولا في مدرب له مستحقات ولا حاجة المرة دي؟ يعني نادي القرن، يعني نادي القرن، يعني انت فاهم لما تبقى ماشي كده وتلاقي واحد يقول لك ايه انت بطل القرن، وانا كمان بطل القرن، انت بطل مصر وانا كمان بطل مصر، ويمشي معاك بالشكل ده، طيب ماشي ما عنديش اي مشكله ما عنديش اي ازمه. طب المعايير اللي اتحطت على اساس ان انت تبقى بطل القرن ايه؟ يقول لك ماليش علاقه، انا واخد 5 بطولات وانت واخد 4 بطولات، انا واخد 3 بطولات وانت، طب انا وصلت نهائي وعندي دوري ابطال الكؤوس خدتها، لا ماليش علاقه ابدا. بقول لكم اكبر دليل، اكبر دليل على التناقض العجيب ده مثلا، يعني هو المعايير اللي بتتحط عباره عن لائحه، اكنها لائحه، يعني بتحط لائحه لمسابقه ما، هي المعايير اللي بتحسب عليها البطل، البطل ايه؟ لائحه او نظام بيتم احتسابه او تفعيله، فبناء عليه بيتم تصنيف الفرق بعد كده. فلائحه مثلا الدوري الممتاز، الدوري العام 2017 2018 مثلا، يعني بتقول ان لو تساووا فرقتين في النقاط يرجعوا للقاءات المباشره. اوكي، دي لائحه خلاص، يبقى انت عرفت مين البطل دلوقتي، هيتم على اساسه تحديد البطل ايه بعد نهايه المشوار، هيتم تحديد البطل ايه. سنه 77 78 مثلا الزمالك خد الدوري في السنه ديت 77 78 بهدف اعتباري. يعني ايه هدف اعتباري؟ هدف زياده على الاهلي. طبعا المباراتين الشهرتين اللي كانوا ما بين الاهلي والمحله لو تتذكروا 4-0، وما بين الزمالك والاسماعيلي 2-0، وبناء عليه الزمالك تفوق بهدف اعتباري على اساس ان الزمالك كان عنده مباراه مع المحله وانتهت 1-0 وحصل احداث شغب ساعتها وكده، وانتهت المباراه او تم الغاء المباراه واحتسبت النتيجه 2-0، وده الهدف اللي تم على اساسه للزمالك، والزمالك خد بطوله الدوري، خد بطوله الدوري بالهدف الاعتباري ده، مع ان اللقاءات المباشره اللي في الموسم ده موسم 77 78 كانت 0-0 ما بين الاهلي والزمالك، والدور الثاني 1-0 للاهلي بهدف لكابتن مصطفى عبده. يعني انت لو نهيت بقى او مالكش دعوه بالمعايير والاسس واللائحه اللي اتحطت قبل الدوري ده، هتقول طيب طب اشمعنى دلوقتي، ما احنا دلوقتي 2017 2018 بنقول لقاءات مباشره، يعني لو تم المعايير دي دلوقتي او اللائحه دي دلوقتي يبقى الاهلي هو اللي بطل 2077 78، لكن في وقتها كانت المعايير كده. يا سيدي يا سيدي يا يعني مش عايز اقول اكتر من في كل فتره زمنيه ليها لائحه معينه، ليها نظام معين بيمشي عليه الناس، يعني زي لائحه الدوري ممكن يبقى فيه هدف اعتباري او هدف بتحديد البطل بالاهداف، ومره تانية باللقاءات المباشره، دي المعايير، دي اللائحه اللي بيتم عليها ايه البطل. لكن انسى الموضوع ده، مش هيطرح اساسا، يعني مش هيقول لك 77 78 ده هدف اعتباري ده مش عارف ايه، مش هيقول لك الكلام ده، انت هتروح للا منطق، اللا منطق، وزي ما قلت لكم وانت مش بتاخدها بحاجه مختلفه، انت بتناقشها ليه كده، فما تزعلش وما تتضايقش، وبرضه هرجع اقول
ما تاخدش على خاطرك، لان الموضوع ده هيطرح يعني كل 3 4 سنين هيطرح. ودايما في علم النفس يقول لك ايه؟ يقول لك دايما لما تفتكر الماضي وتقعد تكتر فيه، انت بالنسبه لك المستقبل مظلم. يعني لو واحد مشغول نفسه بكره يعني ما عندوش حاجه يفكر عليها بتاعت امبارح، عايز اشتغل بكره وعايز اشتغل بعد بكره وعايز اشتغل الاسبوع اللي جاي، وعندي افكار عايز اعملها وعندي اهداف عايز احققها وعندي حاجات مشوار ومستقبل. لكن كل ما عارف الصعبانيه ديت يعني انت مش شايف بكره، بكره ممكن يبقى بالنسبه لك صعب، ممكن بكره بالنسبه لك صعب. وزي ما قلت يعني مش القاب بتتحط وخلاص. يعني يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك القاب مملوكه في غير موضعها كصائد البطولات والاسد والذكر. في اوقات كده الالقاب بتبقى مملوكه مش في الموضع بتاعها، مش في مكانها الاساسي. وارجع واقول برضو يعني الموضوع مش موضوع انا وانت، الموضوع انا وانت هو تحديد بطل ايه. يعني انا مثلا من 2000 ل 2004 والكلام ده ما يزعلش الاهلي ولا يزعل جماهير الاهلي ولا يزعل اي حد في الاهلي خالص. من 2000 ل 2004 مثلا نادي الزمالك حقق بطوله الدوري وحقق دوري ابطال افريقيا وحقق السوبر الافريقي وحقق مره ثانيه دوري الدوري العام المصري وحقق كمان مره ثالثه الدوري العام المصري من 2000 ل 2004. هل ده يزعل حد؟ يعني هل ده يزعل حد؟ ما يزعلش حد خالص خالص، ما يزعلش حد نهائي، مش ممكن ابدا. طب انا اقول لكم على حاجه غريبه جدا، انتوا عارفين الخمس بطولات اللي خدها نادي الزمالك، الخمس بطولات اللي خدها نادي الزمالك كانت موسم 4 اللي هي دوري ابطال، دوري ابطال او دوري الابطال، ابطال الدوري يعني. الزمالك خد 5 مرات، خد 84 تقريبا شوتنج ستارز تقريبا يعني شوتنج ستارز 2-0 1-0 تقريبا يعني، و86 مع افريكا سبورت ضربات جزاء، وخد 93 برضه ضربات جزاء، مش فاكر مع مين قولوا لي بقى. 93 شوتنج ستارز تقريبا، لا شوتنج ستارز كان 96 ضربات جزاء برضه، و93 كانت ضربات جزاء كوتوكو برضه كانت ضربات جزاء. وخد 2002 من الرجاء الهدف الشهير طبعا للنجم الكبير جدا اللي هو تامر عبد الحميد. يعني من 5 بطولات منهم 3 مرات ضربات جزاء، 3 مرات ضربات جزاء من الخمسه، 3 مرات حسمتها ضربات الجزاء. يعني انت بتتكلم اكتر من 70% او حاجه بالرقم ده كلها ضربات جزاء. يعني سواء كانت البدايه كانت في 84 وبعد كده 93 وبعد كده 96 بضربات جزاء. عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل ان ممكن يعني في الكوره عامه منطق بقى، ابعد عن المنطق بقى، هنخش في اللا منطق. يقول لك ضربات الجزاء دي مش محسوبه مين كسب ومين ما كسبش، يعني هي بتحقق بطل صحيح، لكن لما تيجي تقول فلان وفلان لعبوا بعض مثلا يعني هبعد عن المنطق بقى، ما انت هتعيش في دنيا تانية خالص. فلما تخاطب هتخاطب يعني حاجه تانية خالص يعني، فمفيش منطق في اي حاجه. فيقول لك ضربات الجزاء ما بتتحسبش، يعني لو لعبت 15 مره وانت كسبتني مرتين وانا كسبتك 13 مره بس منهم ضربات جزاء، فيقول لك لا انت كسبت 12، الثالثه دي او الاخيره دي اللي هي ضربات جزاء بتتحسب اكنها تعادل. فمنهج غريب ومنطق غريب. وقلت من 2000 ل 2004 انت بتتكلم ان الزمالك خد بطوله دوري ابطال افريقيا وخد السوبر وخد الدوري ثلاث مرات. يعني ايه المشكله؟ ولا في حد اتكلم من الاهلي ولا حاجه، كان يستحق، عنده جيل كان فظيع جدا 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 يعني، كابتن حازم امام وكابتن عبد الواحد السيد، وكان في مجموعه كبيره جدا، وتامر عبد الحميد، ومجموعه كبيره جدا من النجوم، وبشير التبعي، ومجموعه كانت كبيره جدا، وعبد الحليم علي يعني، وطارق السعيد وطارق السيد، مجموعه كبيره جدا من النجوم يعني. فكان عامل فرقه كويسه وخد بطوله افريقيا وخد الدوري المصري وخده مرتين او ثلاثه كمان يعني. بلس ان 96 اصلا يعني احنا السبب فيها اصلا يعني اتقي شر من احسنت اليه يعني ولا ايه؟ طب احنا لما انسحبنا انتوا دخلتوا مكاننا في 96 اساسا يعني. ما انت هتبعد عن اللا منطق، يعني هتبعد عن المنطق خالص، اسف، هتخش في اللا منطق خالص. فالجدال ده يعني مش هينوبه غير حاجه واحده بس، ان احنا هندي مساحه في الاعلام وهتقول بقى يعني 94 كانت المعايير كذا والاتحاد الافريقي حط ايه والنقاط ايه، محدش هيصدقك ومحدش عايز يصدق غير اللي في دماغه او غير اللي جواه او اللي كان بيتمناه. مش ذنبي ان احلامك كتير، يعني مش ذنبي ان احلامك كتير، اعمل ايه؟ يعني الاحلام كتير لكن الواقع مختلف، الواقع مختلف. فهي مش نصيحه ولا حاجه خالص يعني، بالعكس الناس كلها من حقها ان هيبقى ليها تطلعات، لكن يعني اللي افهمه اذا عشقت اعشق امر، لكن تخطف قرن
قرن. ليه يا عم؟ ليه ده على اساس ان احنا ايه يعني هنقول ايه للناس اللي كانت هنقول ايه للراحل صالح سليم هنقول له ايه يعني كلام غريب جدا. فكل فتره زمنيه منطق هيبقى مختلف. هتلاقي واحد يقول لك اتعمل ايه في الكاميرون، وهتلاقي واحد يقول لك كان ايه في جلسه الاتحاد الافريقي، وواحد يقول لك لا ده فلان هو اللي ادى اللقب، وفلان يقول لك لا ده فلان اتفقوا على ايه. اي حاجه في اي حاجه، اي كلام في اي كلام، ومفيش اي مشكله خالص. بتفكرني عارف لما قال لك ايه؟ انت بطل وانا بطل، انت بطل وانا بطل. قال له فيك من يكتم السر؟ قال له قوم سيوف البير. قال له شفت الارنب ولا هي القطه؟ هو يقول لها حتى يبطل، وهي تقول له بس بس نو. عيني يا عيني على الالقاب. زي ما قلت لكم هتلاقي النغمه دي كل سنتين ثلاثه هتتفرد وهتنتشر، وهتبدا تتكلم فيها يمين وشمال وفوق وتحت، وناس هتسرد لها مساحه كبيره جدا من الاعلام، لكن كله في الاخر هيبقى كلام، مفيش اي كلام من اي اتجاه خالص خالص. انت عندك مشوار كمله، وعندك طريق امشي فيه، وعندك لعيبه ممكن تبقى عندك بشكل كويس جدا، قادر تاخد بطولات دوري ابطال افريقيا اتكل على الله مفيش مشكله، قادر تاخد الدوري المصري يلا مفيش اي ازمه، يعني الكويس واللي مستعد واللي بيشتري لعيبه كويسه واللي بيعمل فرقه كويسه واللي بيكون جهاز كويس واللي معاه قاعده جماهيريه هايله واللي عنده مقاومات النجاح بشكل كويس يبقى دي حاجه كويسه بالنسبه له. خلاص دي كوره في الاول والاخر. يعني انا كل اللي اقصده او كل اللي اتمناه زي ما كان المنهج بالنسبه لنا ومعاك ومع نادي الزمالك كجمهور واداره ولعيبه وعلى راسنا من فوق كلهم، وانا يعني بقول اسماء لعيبه من شويه، لكن ممكن يبقى في اعظم منهم واعظم مني واعظم من ناس كتير جدا وبتشارك في نادي الزمالك، لكن المساحه كانت من 2000 ل 2004 مثلا، يعني على سبيل المثال كان في فرقه كويسه وفي تعاون كويس وفي كلام كويس وفي تقدير للناس بشكل كويس جدا جدا. اللي حصل في الفتره الحاليه هي يعني شوشره وكلام كتير جدا وانفعالات وتدخلات يعني مش هتجيب نتيجه خالص، لان الحقائق عمرها ما هتتغير، يعني الحقائق عمرها ما تتغير والتاريخ عمره ما هيتنسي، والالقاب اللي انت بتحققها بعرقك وتعبك وجهدك وتصميمك وارادتك واستعدادك. فاوعى تفتكر ان في حد في الدنيا هيسيبك تعمل كده بمزاجك يعني او هيسيبك تتكلم كده على هواك. لا يمكن لا يمكن لا يمكن. ده في اجيال وناس وحاجات كتيره اتعملت عشان توصل للقب زي الدوري مثلا، يعني زي الدوري المصري او زي كاس مصر او زي بطوله افريقيا. فده تعب تعب شديد جدا، مش هتيجي بكلمه هنا يمين ولا شمال كده في واحد يعني يقوم من النوم كده على هواه ان هو يقول لك ايه يعني تعالى افتح الموضوع دوت وثلاثة أربعة ومش عارف ايه وخدنا خمسة وخدنا ستة. المعايير كانت كده، دوري أبطال أفريقيا أو دوري الأبطال بالنسبة للدوري كان مساوي مثلا لبطولة الكاس، واللي بياخد الثاني اللي بياخد الثاني بياخد نقاط كذا، واللي بياخد دور الثمانية أو اللي بياخد دور الثمانية بياخد نقاط كذا، زي الدوري بالظبط. ولا على نفس المنهج، على نفس المنهج مثلا يعني هو الزمالك دلوقتي تصنيفه في أفريقيا تقريبا السابع او الثامن حاجه كده، تقريبا السابع مثلا. يعني لو نفس المنهج او نفس المنطق اللي انت بتفكر فيه مثلا، يبقى ولايه الديشه دي ولا مش عارف اسمها ايه الاثيوبيه دي مثلا اللي انشات 2009 تقول لك لا انا تصنيف احسن من الزمالك، انا كسبت الزمالك وخرجت الزمالك. الزمالك بياخد التصنيف بناء على ترتيبه في السنين اللي فاتت، وصل دور 8، دخل نهائي 2016 قدام سان داونز، وصل لدور الثمانيه ودور عمل 32 في الكونفدراليه، حتى لو طلع منها بياخد نقاط. ده التصنيف، يعني انت بتقبله دلوقتي في تصنيفك دلوقتي مثلا، يعني على سبيل المثال فيتا كلاب مثلا كسب الزمالك رايح جاي في 2012 مثلا او 2011 حاجه كده، تمام؟ هل يقول مثلا فيتا كلاب دلوقتي لا انا احسن من الزمالك ده انا كسبته رايح جاي؟ تصنيف الزمالك في النقاط في بقيه السنين كان احسن. تشيلسي الغاني مثلا، تشيلسي الغاني كسب الزمالك وتعادل معاه، كسبه 3-2 وتعادل معاه 1-1. هل في الترتيب دلوقتي نقول تشيلسي احسن من الزمالك وتصنيفه احسن من الزمالك على اساس ان هو كسب الزمالك وتعادل مع الزمالك؟ منطق عجيب جدا. يعني المعايير تمشي معاك وتزعل قوي تقول ده انت الاهلي سنه بقاله مش عارف 10 سنين القرعه ما وقعتوش ابدا الماتش الثاني بره ارضه. يا سيدي معايير الاتحاد الافريقي كانت ساعتها كده، مش الاهلي لوحده، الاهلي عشان بطل، الاهلي عشان محتكر القاره الافريقيه في السنين او العشر سنين اللي فاتت مثلا، اوكي؟ فكانوا بيتجنبوا ان الفرقه ده مش الاهلي بس، الاهلي ومازيمبي والترجي. حضرتك اللي بعيد، يعني حضرتك اللي كنت بعيد، فعشان كده بتخش في دايره ثانيه في التصنيف. والاتحاد الافريقي مش الاتحاد المصري، الاتحاد الافريقي ما فيهوش الكلام ده خالص. الاتحاد الافريقي عنده اسس ومعايير بيمشي عليها.
الاهلي مثلا على سبيل المثال اكبر دليل هبسطها لك يا مثبت العقل والدين يا رب، هبسطها لك. احنا مثلا السنه دي لعبنا منانا الجابوني، منانا الجابوني في دوري الابطال، الماتش الثاني كان فين؟ في الجابون. الزمالك لعب مع ولايه اسمها ولايه ايه؟ ولايه ديشه، اسمها ولايه ايه؟ ديشه. الماتش الثاني فين؟ في القاهره. تمام؟ سيبك مين صعد ومين خرج، دي مش الاساس في اللي انا عايز اوصله. السنه اللي فاتت تمام لعبنا مع بيت فيست، الماتش الثاني كان فين؟ كان في جنوب افريقيا، ما كانش في مصر. اوكي، ليه بقول كده؟ معايير الاتحاد الافريقي او نظام نظام الاتحاد الافريقي قال لك لا، في خمس ست فرق، في خمس ست فرق دول انا بجنبهم في الادوار التمهيديه، فمش هديهم ميزه ثانيه ان هم يلعبوا الماتش الثاني على ارضهم. اوكي، اتكلمنا قلنا ايه الظلم ده وايه ما ينفعش وايه، هو خلاص نظام بيتحط احنا بنمشي عليه. النظام ده كان في صالحنا اهلا وسهلا، ما كانش في صالحنا بنشتغل على ان احنا نستفاد منه بشكل كبير جدا من خلال اللقاءات المباشره يعني او اللقاءات العاديه. طيب الحاجه الاخيره بقى اقولها، يعني خلي بالكم يعني الموضوع مش موضوع ان انت بتفتخر في الاهلي بس، الاهلي هو اللي خلى للمركز الثاني في مصر قيمه، هو اللي خلى للمركز الثاني في مصر قيمه. لان انت لما الاهلي بقى ياخد بطوله 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 خلى الاتحاد الافريقي ياخد الفرقه الثانيه من مصر. يعني هتقولي لا ده هم محددين دول بعينها، يعني ده على حسب نتائجها حضرتك، بدليل ان المغرب مثلا اوكي في فتره كبيره جدا قبل ما الوداد يشد حلو شويه كانوا بياخدوا فرقه واحده بس، يا الوداد يا الرجاء. اوكي، الترجي التونسي برضه نفس الكلام اللي بيصير عليه الاهلي، الترجي التونسي هو اللي خلى المركز الثاني في تونس له قيمه من خلال نتائجه الاخيره في العشر سنين اللي فاتت. فاذا ما ينفعش ابدا يبقى احنا بنعمل كده ويكون ده رد الجميل يعني بالشكل ده. يعني مش ممكن يبقى العالم كله، العالم كله بيشيد بتاريخك وشخصيتك وتعاملك مع الاخرين وتعاملك على المستوى الافريقي والمستوى الدولي، وبقيت يعني حاجه مسمعه في العالم كله من خلال سواء كانت دوري ابطال افريقيا او كاس العالم للانديه، شكلك ومظهرك وشخصيتك بتمثل بلدك، بتمثل اكبر بلد في الوطن العربي والشرق الاوسط وافريقيا، فبتمثلها صح. لكن هنا نفس الكلام اللي بيتقال كل فتره زمنيه، فعشان كده بقول لكل جمهور الاهلي ابعد عن المنطق في الحالات اللي زي كده، ابعد عن المنطق، يعني مالكش دعوه بالمنطق، يعني مش هيجيب لك اي حاجه غير ان انت هتقعد تقول يا مثبت العقل والدين يا رب، يعني مش هيقتنع، محدش هيقتنع. بكره هنكمل في شويه حاجات صغيره كده في اللا منطق ده، يعني عشان مش عايز اقول اسف ان انا بقول كده، لكن في النهايه خلاص طالما ده هو الخطاب مثلا، طالما ده هو الاسلوب اللي هيتبع، يعني اوكي نجيب بقى باللا منطق، يعني احنا كده وانتوا كنتوا كذا ما كذا وفي سنه كذا حصل كذا، ما هو لا منطق برضو، يعني في اللا منطق طالما في منطقه جدليه انت هتدور عليها ماشي، واحنا ندور على منطقه جدليه. اوكي، الاهلي بطل القرن، وزي ما قلت لكم يعني زي ما قلت لكم فيك من يكتم السر؟ قال له قوم سيوف البير، قال له شفت القطه وهي الارنب، هو يقول لها حطها يا بطه وهي تقول له بس بسناوم، عيني عيني على الالقاب. اطلع وبكره هنكمل، بكره هنكمل بالشكل ده برضه، مش عايز اقول بالله منطق، لكن بنفس العقليه او بنفس التفكير اللي انت بتقوله لي هقوله لك، هطرح عليك بعض برضه الاسئله اوكي اللي فيها لا منطق، مع ان انا في الاخر يعني انا مرتضي جدا جدا، لان هي كوره فبتتحسب بحسابات ونظام ولوائح، لكن طالما انت بتدي بعض الاسئله انا برضه هديك نفس الاسئله النهارده وبكره. فاصل وبعد كده عندي حاجه، سافرت وجيت ورحت واتغربت ورحت حاجات كتير جدا جدا جدا، بس في الاخر برضه كابتن عبد العزيز السيد، كابتن عبد العزيز السيد، انا امبارح كنت ناوي اروح اصلي في السيده، كنت ناوي اصلي في السيده النهارده، يعني قلت انا بكره الصبح هصلي في السيده، نفسي اشوف لك ضربه جزاء يا راجل طيب. بعد الفاصل هتكلم على كابتن عبد العزيز السيد، هندور عليه مع بعض. كابتن عصام عبد الفتاح، انا بعتز جدا بحضرتك وبعتز جدا بكل الطاقم التحكيمي، لكن طالما فيه كان في عقوبه على ناس، ليه ناس ترجع وناس ما ترجعش؟ يعني ابراهيم نور الدين رجع وكابتن عبد العزيز السيد رجع بعد الموضوع بيراميدز مع الجونه لو تتذكروا، وعندك كمان كان في حد احمد حمدي رجع، يعني النهارده كمان
شفت وليد عبد الرازق حاجه كويسه جدا، يعني حكم كويس جدا مباراه الداخليه ويمبي، كان في تسلل للداخليه صحيح او على الداخليه اتحسب على الداخليه، ما كانش له علاقه بالتسلل خالص من نص الملعب، وطبعا حتى لو الوقف الواحد في نص الملعب مالهش علاقه خالص، قانون يعني بيسمح بده، لكن في النهايه ما كانش تبع وليد عبد الرازق. ليه محمد ابو خاطر مش موجود؟ ليه محمد محمود قطب مش موجود؟ طالما الناس رجعت كل يرجع مش واحد بعيد. طب ارجع بقى لكابتن عبد العزيز السيد. كابتن عزيز، انا مستغرب جدا الحقيقه، والله ما بهزر يعني. يا جماعه حد يقول له ان الفاول داخل ال 18 او ارتكاب خطا داخل ال 18 يستوجب ركله جزاء؟ حد يقول لكابتن عبد العزيز كده؟ بجد والله ما بهزر. يعني مش ممكن. كل فاول داخل ال 18 الراجل ده ما بيحسبوش خالص. وبعدين انا يمكن قلت مثلا يعني مثلا ايه في مباراه في الثانيه في الثالثه، لكن ده على طول على طول. طب تعالوا نفتكر كده يعني كابتن عبد العزيز السيد من خلال اللقاء يا ابني ده مش عبد العزيز السيد، ده محمد الحنفي يا سمير. ايوه ده محمد الحنفي. الله، ده يا ابني كابتن محمد فاروق. ايوه انا فاكر طبعا دي مباراه الانتاج، ده كابتن محمد فاروق. الله، ده كابتن محمد الصباح. يا جماعه احنا عايزين عبد العزيز السيد، ده كابتن محمد الصباح. اهديت حسبت النهارده على بيراميدز مع الاسماعيلي توأم، دي توأم دي بالظبط توأمها يا جدعان. بس مش مشكله، بس ده محمد الصباح مش عبد العزيز السيد. اه ده حبيبي، ده امين عمر. يا جماعه احنا بندور على عبد العزيز السيد، انتوا حصل لكم لبس عبد العزيز السيد. ده امين عمر برضو. يا اولاد الذين رجعتوا لمحمد الحنفي تاني؟ يا اولاد الذين. طب انت بتحضر لعبد العزيز السيد ولا ايه؟ صعب قوي كده. ده احمد حمدي، ده احمد حمدي، ده احمد حمدي برضو، ده كابتن امين عمر. الله، هو بعيد قوي كابتن عبد العزيز السيد كده. يا ولاد الذين، كل ده عشان نجيب عبد العزيز السيد؟ ده كابتن محمد فاروق. ده انتوا بتختبروني على الهوا على فكره. ده كابتن الحنفي النهارده، دي بتاعت النهارده دي. ده كاسونجو نهائي الكاس، ده نهائي، ده كابتن محمد فاروق. افتكرت، ده كابتن محمد فاروق، ده كابتن محمد فاروق، ده كابتن محمد معروف، ده كابتن محمد معروف. دي بقى يعني لو احنا معانا حكم، بص دي اتحسبت النهارده، دي سموحه خليها واقفه شويه، دي سموحه كويس بقى واحنا بنستعرض اهو، دي سموحه مع حرس الحدود النهارده. ابو ابيض ده سموحه على يعني ان لم يخني التوفيق في الاسماء، ده حسام حسن، ده حسام حسن. والناحيه الثانيه وليد ازارو، الاثنين قدام بعض اهي. دي اتحسبت ودي ما اتحسبتش، لو كان معانا نفس الحكم اللي بيحكم اللقاء بتاع سموحه وحرس الحدود اكيد كان حسبها. هو نفس الحكم؟ يعني ابراهيم نور الدين في الاثنين وحسب دي وما حسبش دي؟ ماشي يا عم كمل يا عم. ده امين عمر. يا جدعان احنا عايزين محمد عبد العزيز، مش بهزر بقى. ده محمد معروف، يا نهار ابيض عليكم. ده ابراهيم نور الدين. يا جدعان ده المونديالي جهاد جريش، ده جهاد جريش. ايوه هو ده، بس كده، بس هو ده عبد العزيز السيد، هو ده. انا اتفاجئت، هو كابتن عبد العزيز السيد. ايوه هو كابتن عبد العزيز السيد، تمام التمام. ياه ياه. لا في صورة ليه النهاردة كمان مع ماشي. لا هتحطها الآن. طيب أنا كابتن عبد العزيز يعني هو حكم مباراة لينا مرة زمان كده مع الداخلية، ده طرد يعني مفيش مشكلة. لا تعالى لي بقى، تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي. أنا كان نفسي
تحسب ضرب الجزاء، وانا مسافر قعدت ادعي يا رب تحسب ضرب الجزاء حتى لو مش صحيح انا موافق، يعني حتى لو مش صحيح سيبك انها تبقى على الاهلي او للزمالك مش مهم، يعني تبقى لصالح الزمالك وضد الاهلي مش مهم، تبقى على الاهلي وللزمالك مش مهم، اي حاجه، يعني المهم ان انت تحسب ضرب الجزاء، نفسي اشوفك بتحسب ضرب الجزاء. يعني اي فريقين حتى لو قسم رابع او قسم ثالث مثلا، يعني ميت غمر بيلعب مثلا منية سمنود مثلا، يعني من ده كمان في واحده منية سمنود، يا نهار ابيض يا كابتن عبد العزيز. اوكي يا جماعه، موضوع باختصار شديد جدا عشان خلاص انا لازم استقبل ضيوف. يعني كابتن عبد العزيز السيد، مش ممكن بيراميدز مع الجونه في ضربه جزاء مش طبيعيه لبيراميدز، مش طبيعيه، وقدام عينيك ثلاث ضربات جزاء في مباراه طنطا والزمالك قدام عينيك، منية سمنود قدام عينيك، ده انت في منية سمنود حسبت فاول على المهاجم، يعني قادر ايه يا جدع، ايه يا جدع، كنت هروح اصلي نهضه في النفيسه سيده نفيسه عشان تحسب ضربه جزاء بس والله. يعني مش عايز اطول في الكلام ده، لكن في النهايه اي خطا داخل منطقه الجزاء على الاهلي للاهلي للزمالك على الزمالك احسب يا سيدي، احسب يا سيدي، مفيش مشكله خالص. اي خطا داخل منطقه الجزاء، احنا ما بنلعبش الاجوان بره منطقه الجزاء يا كابتن عبد العزيز، يعني الاجوان ما بتطلعش بره 18، مفيش ضربات جزاء بتتحسب خالص. والزمالك له ضربه جزاء كمان بتاعت كهربا في ماتش منية سمنود، ده مش ممكن، مش طبيعي كده. يعني كابتن محمد الحنفي استمرارا برضو لعدم ضربات الجزاء، النهارده بيراميدز ليها ضربه جزاء، حسب واحده للاسماعيلي، لكن بيراميدز ليها ضربه جزاء. يا جماعه اي خطا داخل 18 حتى لو كان فيه 3 4 مرات، يعني اسالوا كابتن جمال غندور، يعني له في الموضوع ده بشكل كبير جدا، اول حكم في التاريخ في تاريخ مصر كلها، يعني الا لم تخن الذاكره، يعني حسب 4 ضربات جزاء في ماتش واحد للزمالك قدام القناه، 4 ضربات جزاء. وفي الاخر لما يقول لك الاهلي بيتجامل بالتحكيم لازم تصدقه، لما يقول لك اتحاد الكوره بيجامل الاهلي لازم تصدقه. يعني اهو الصوره قدامنا اهي في الاربع خمس ست سنين اللي فاتوا، بس ما بالك لما ما كانش في ميديا اساسا ولا في يعني لقطات. بعد الفاصل مع نجومنا كابتن عادل طعيمة وكابتن محمد حشيش والكابتن شريف عبد المنعم. اهلا بيكم من جديد مع كابتننا ونجومنا كابتن عادل طعيمة. مساء الفل. الحمد لله على السلامه كابتن. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ شياكه شياكه يعني. انت يا ابو شياكه. حبيبي كابتن شريف. كابتن شايف. ايه الاخبار؟ ليك وحشه يا كابتن شايف. حبيبي يا كابتن شريف. عامل ايه؟ كله تمام؟ انبسطت؟ اه كله كويس الحمد لله. الحمد لله. تعمل ايه بقى؟ مفيش مشكله. لازم نغير، هنعمل ايه؟ كابتن حشيش مساء الفل. عامل ايه؟ كله بخير؟ الحمد لله كله تمام. طيب قبل ما نبدا في الدوري النهارده، يمكن اليوم الثاني في الاسبوع ال11 وثلاث مباريات، اولها كان حرس الحدود مع سموحه تعادل ايجابي 1-1 والاهداف يعني شحيحه شويه النهارده، واللقاء الثاني بيراميدز مع او الاسماعيلي لانه كان صاحب الملعب مع بيراميدز في استاد الاسماعيليه، واول مره الاسماعيلي يفوز فرق هدفين السنه دي، كان 1-0 3-2 2-1 حاجه كده يعني، لكن فرق هدفين واول هزيمه في نفس الوقت لبيراميدز. اللقاء الثالث جمع ما بين امبي والداخليه والتعادل برضه الايجابي 1-1. عايز تتكلم في حاجه كابتن عادل قبل ما ناخد الثلاث مباريات تفصيلا؟ عايز تتكلم في حاجه في الدوري في الاهلي في اي حاجه قبل ما ناخد الثلاث مباريات؟ موضوع الحركه ابتدت فيه اللي هو النادي القرن. والنادي الاهلي ما هوش طرف. النادي الاهلي بعيد خالص، ملوش دعوه. مين اللي بيحدد نادي القرن؟ الاتحاد الافريقي. معايير هو اللي بيحط المعايير. فانا كنادي اهلي مش طرف. فانا مش عايز ارد على الناس دي. هم عايزين حاجه يروح الاتحاد الافريقي. مشكلتهم مع الاتحاد الافريقي مش معايا. الحاجه الثانيه برضو التحكيم عايزينه يبقى في تطور اكتر من كده. ان شاء الله. على فكره انا قلت معلومه بس، انا اسف، قالوا لي دلوقتي ان محمد ابو خاطر ومحمد محمود طلب رجعوا امبارح، فدي بتبقى حاجه كويسه. ماشي كابتن عصام انا اسف. اتفضل. عايزين برضو يبقى في تطوير اكتر من كده شويه، ويا ريت نسمع عن اخبار كويسه ان شاء الله في رجوع جميل. او بدء التنفيذ الفيديو. لان طبعا النهارده شفنا ضربات جزاء ما اتحسبتش، وشفنا اوفسايدات راجل من نص الملعب بيتحرك بتاعت امبي والداخليه. يعني باولو يعني حسام باولو رايح من نص الملعب، ده انفراد يعني بيأثر على نتيجه المباراه. صحيح. الحاجه الثانيه طبعا امنياتنا للنادي الاهلي ان شاء الله في الماتش اللي جاي ان شاء الله لاعبتنا
المصابين يرجعوا وان شاء الله نرجع منتصرين باذن الله تعالى. باذن الله. كابتن شريف لو في حاجه حضرتك عايز تقولها كده قبل ما نبدا في الثلاث مباريات. لا والله انا بكل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه فاق الصيف ان شاء الله. سافرين بعد بكره ان شاء الله. باذن الله تقريبا سافر النهارده. بالسلامه ورجعوا بالسلامه. وهنتكلم طبعا قبل المباراه وبعد المباراه هيكون لينا وقفات كتير قوي. انما كل التمنيات الطيبه لفريقنا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حشيش. برضه بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي في المباراه القادمه الافريقيه، مباراه هامه كل الدنيا مستنياها عشان الخطوه الاهم نحو البطوله ان شاء الله. وبرضو الموضوع اللي انت اتكلمت فيه انا مش عارف، بس عايز اسال ايه اللي فتح الموضوع يعني؟ لا يعني كل سنتين ثلاثه هيتفتح. ايه السبب يعني؟ ولا كده بتيجي زي هو كده يعني اي صيف وشتاء والبرد والحر؟ لا هو بص انا قلت يعني هو في ساعات الواحد مثلا مش على عكس طبيعته، بس في حاجات انت بتخاطب حد مثلا فهو مش عايز يصدق او صعبان عليه يصدق، فبالتالي بيطرح بعض النقاط. لا بيطرح بعض النقاط اللي مالهاش علاقه بالمنطق. يعني ايه معايير يا كابتن او لائحه او نظام؟ النظام ده بيحدده المسؤولين. اوكي صحيح. فانا بشتغل على النظام على فكره، مثلا على سبيل المثال مثلا قاعده اعتبار الهدف بهدفين. ماشي، لو انت في افريقيا في الوقت الحالي ورحت مثلا تلعب مباراه مع سان داونز، اوكي، وفي مصر التعادل 0-0 ورحت هناك اوكي رحت جايب جول في الاول، تمام. اسلوب لعبك يا كابتن شريف هيختلف خالص طبعا. تمام، على اساس ان هو لو جا فيك جول كمان انت اللي صاعد. صحيح. طيب في اوروبا مثلا، تعرف في اوروبا يا كابتن شريف لما بتتعادل بنفس النتيجه بيلعبوا وقت اضافي، تعرف كده يعني 0-0 0-0 ما بيلعبوش زي افريقيا مثلا. لائحه مختلفه. لائحه مختلفه تمام. في اسيا كانوا كده بس مش عارف هل ما زالوا ولا لا في اسيا، ما اعرفش هل ما زالوا ولا لا عشان ما اقولش معلومه غلط. لكن انت مثلا هنا هتقول لو انا متعادل مع سان داون 0-0 رحت هناك اتعادلت 0-0 اوكي هلعب ضربات جزاء على طول، ده القواعد والمعايير اللي حاططها الاتحاد الافريقي. صحيح. في اوروبا مش كده. صحيح. تمام، تقدر انت تختلف مثلا تقول لهم لا تعالوا هنا ما هي معايير اتحطت بناء على المعايير وبلعب على اساسها. بتلعب على اساسها مظبوط. وشرحت يعني ما اعرفش كابتن شريف حضرتك كنت موجود 77 78. اه تمام. الزمالك خد الدوري في 77 78 بهدف اعتباري يعني. أيوة الاهلي كنا احنا بنلعب محله وهم جاب لها اسماعيل في الشماليه. مظبوط. فاكر حضرتك؟ فاكر طبعا. 4-0 و 2-0 ضيع جون ما يضيعش انا. انت كانت خمسه كان ممكن يدينا الدوري. لا ما كانش هيخلونا، ما كانش هناخد الدوري عمرنا. احنا كنا نجيب جون هنا يروح يقول لك بتاع الطوبه. بتاع الطوبه ولا ايه؟ الحق الاهلي جاب جون. اللي اقصده يعني الاسماعيلي اللي اقصده في الفتره دي النظام بتاع اللائحه بتاع 77 78 كان بهدف اعتباري. مع ان اقطع كلامك، المعايير اللي انت بتتكلم عنها دي كان كابتن لطيف عايش الله يرحمه وهو اللي حط المعايير دي قبل وكابتن نور الدالي كانوا مسؤولين على الاتحاد وقتها، يعني هم اللي حطوا النظام ده قبل الدوري ما يخلص بشهر كده. قالوا خلاص الدوري هيبقى بهذا بالاهداف لما لقوا ان في طفره زياده ايام الزمالك والاهلي، واحنا لعبنا المباراه الاخرانيه على ان احنا طيب هقول لك انا بقى المعايير مثلا دلوقتي اختلفت. ما فيش حاجه اسمها هدف اعتباري، ده بتروح له في المرتبه الرابعه او الخامسه بعد لو تسوت حاجات كتير جدا. لكن اللقاءات المباشره في 77 78 كانت اللقاءات المباشره ما بين الاهلي والزمالك في دوري 77 78 كانت لصالح الاهلي. الاهلي متعادل 0-0 في الدور الاول، والدور الثاني كان 1-0 بهدف مصطفى عبده، فاكرين اللي هو اتعمل كده تقريبا كابتن مصطفى يونس ولا مين عمل كروس فاول كده وراح حطه كده مظبوط. لو انت في نفس معايير السنه دي او نفس اللائحه بتاعت السنه دي الاهلي بقى هو بطل الدوري. تكسب. ايوه صح. باللقاءات المباشره صح. هل الاهلي بقى يقدم احتجاج للاتحاد المصري؟ ويعني وبعدين انا مش عارف ايه حكايه الاستشهاد بالموتى. حاجه غريبه جدا، تشلك وحياه ربنا يستشهد بالموتى عشان يعني متاكد يعني ان محدش هيرد عليه. يعني انا مثلا اروح لكابتن لطيف دلوقتي نقول له يا كابتن لطيف انت عملت اللائحه قبلها بشهرين ثلاثه مثلا، الراجل الله يرحمه خلاص انتهى والموضوع كان له معايير وتم موافقه الاهلي ساعتها او الانديه ساعتها. صحيح. وخلاص خلصت انتهت. صحيح. يعني صحيح. لكن انت عايز تجدد حاجات جدليه، يعني حاجات جدليه حاجات جدليه حاجات جدليه وخلاص يعني. مساء الفل. مساء الفل. انسان الغاب طويل الناب عشان معايير تبرر كل يوم. اوكي نبدا في الدوري المصري النهارده والاسبوع ال11 ويوم الثاني يا كابتن عادل. اللقاء الاول الجمع ما بين حرس الحدود وسموحه والتعادل الايجابي 1-1. الحقيقه سموحه كمان بتمشي على سطر كبير قوي اللي هو الفرق الكبيره وتقع في سطر مع طبعا احترامنا وتقديرنا لفرقه حرس الحدود. والحقيقه كمان كابتن طارق العشري بنحييه بنقدم له التحيه من هنا، عامل حاجات نتائج رائعه كمان النهارده. ما خسرش من ساعه ما مسك هو تقريبا يعني. صحيح. يعني كسب بالنجوم تقريبا 1-0 وتعادل الماتش اللي بعده مش فاكر كان مع مين. والنهارده بيتعادل كمان مفيش تغيير في اللعيبه. نعم غلبوا ماتش واحد مش فاكر مين بالظبط، لكن اقصد النهارده بيتعادل مع سموحه
1-1 وضرب الجزاء. طبعا انا بقول انها مش ضرب الجزاء خالص اللي اتحسبت على حرس الحدود. اقول لك التشكيله يا كابتن وحضرتك تمشي معانا. في صراحه محمد ابو جبل، اسامه ابراهيم، سيد فريد، ياسر ابراهيم، محمود منصور، احمد حمص، محمود السيد، احمد نبيل مانجا، اومدي اوكوري، ويامادو توري، وحسام حسن راس حربة. اوكي وحيد. ده تشكيل سموحه. تشكيل الحرس سامح علي، وبعدين باك رايت عبد الله جمعه، محمد الشبيني، محمد عبد الفتاح، عمر سعد اللي هو تاحه بتاع الاشبال الاهلي، عمرو سعد، خالد سامي، ابراهيم عبد الخالق، مصطفى جمال، حماده نصر، ضمبا لسيان، ايدو موسيس. ده تشكيل حرس الحدود. زي ما حضرتك قلت سموحه ابتدى البدايه قد قويه جدا، في استحواذ مشكل خطوره على المرمى. في حرس الحدود في نوع من العصبيه الزياده، ودي يمكن انا شفتها بعد احتساب ضربه الجزاء. طبعا وكابتن طارق العشري كان له حق بصراحه، يعني مش له حق ان هو يعمل كده بالشكل ده، لكن في النهايه انت بتلعب الفرقه برضه متاخر بهدف من بينالتي مش صحيح. فضل مستمر وغلط. لا يعني انا ممكن اعترض بطريقه معينه وخلاص وانتهي، انما فيها تصاعد، والحكم الاخ ابراهيم كان بيتغاضى، والكاميرا كان بيجيب وشه وبيبص على طارق، وكان بيتجنب انه يروح ياخد قرار. كابتن مشروع مش ناقصه قتله. فهي اللعيبه دي خدت بالك بالفرقه دي شايفه الوين من اول الدوري، ودي ذكاء جدا من الحكم ان هو لما يبقى في حد بيعترض عليه او مدي واحد انذار والراجل بينفعل انه يجي له ضهر ويمشي، ده ذكاء. خد بالك ده ذكاء. خد بالك كابتن عادل، انا برضه هقول لك تجربه يعني. انت بس عشان ايه حضرتك يعني النهارده كلنا قاعدين بنشرب. الحكم ليه اعتباره وليه كيانه. عندك حق. اذا انت سمحت ان حكم بيحسب ضرب الجزاء والناس اللي بره، ولو في جماهير والجماهير دي فيها اثاره وممكن تبقى تعمل مشكله، المعايير دي ما بنشوفهاش بره ليه يا كابتن؟ ما احنا بنشوف ضربات جزاء وبنشوف جوال دخلت والحكم ما بيحسبهاش. اخطاء قليله. هل الاعتراض بيبقى بهذه الطريقه؟ ضغوط نفسيه جامده. اخطاء قليله اقل يا جماهير. في ضغوط نفسيه جامده قوي على الاخطاء. الاخطاء اقل. احنا مش بنقطع، خلي بالك. بس مش احنا معاك طبعا. كل ده لا، احنا بنديك السبب. مش بنقطع، احنا معاك 100%. انا بتكلم. لا انت مش فاهم. اوعى تتكلم على المبدا. انا موافق طبعا ان انت بتتكلم فيه. انا موافق. احنا بنقول لك ايه؟ بنتكلم على المبدا. بنقول لك يا عيني اذا انت سمحت، في حته اذا انت سمحت لعدل طعيمه انه يعترض بالصوره دي، هسمح لكل مدير فني انه يعترض كده وما يبقاش في جزاءات. لا، ما المفروض ان انا اعترضت بطريقه معينه ورحت كلمت الحكم الرابع وخلاص وانتهينا. لما تفضل العمليه مستمره والكاميرا بتجيب والكاميرا بتجيب، اعتقد ان دي حاجه انا ما بتمنهاش لطارق. يعني طارق مدرب كويس، وكل ما كان هادي هيوجه لعيبته بطريقه احسن وهيبقى بيفكر في الماتش بطريقه افضل. الشوط الثاني اعتقد يمكن احتمال بين الشوطين في حد دخل هداء او كده، فاعتقد انه الشوط الثاني كان هادي جدا، ما كانش فيه اي نوع من الانفعال. انا باخد على طارق ان الانفعال كان زياده وده غلط. انا يعني انا احب ان طارق يبقى موجود على الدكه، ما احبش ان انا ممكن اتحاد الكوره او لجنه المسابقات بتشوفه هو بيعترض بالصوره دي ونلاقي بكره في جزاءات لطارق. ما انا اتمناش دي على اساس ان هو تجربته مع الحرس صحيح ناجحه، واتمنى انها باستمرار تبقى ناجحه، وان شاء الله ربنا يوفقه في الحته دي. ولازم انا اوجه له الرساله دي، لا الاعتراض بالصوره دي مش 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 طيب. الشوط الثاني حرس كان افضل، اداؤه افضل، في خطوره، وعلى طول ما بعد 10 دقائق بيجي هدف التعادل من الوافد من المحله، ولد ناشئ وولد ممتاز جدا، وجاب جول يعني بمجهود فردي وحطها في الزاويه البعيده. سموح حاول انه يرجع تاني، لكن كان حرس الحدود مأمن بشكل قوي جدا. لكن المباراه فيها نوع من العدل 1-1، لكن برضه في بعض العناصر في نادي سموحه ما كانتش بتأدي بالروح ولا بالطريقة الإيجابية على المرمى بالشكل الجيد. وبالتالي النهاردة أنا قريت قبل ما أجي إن رئيس نادي سموحة عمل عقاب على الفريق. طب بص، هي دي أساس الكلمة اللي حضرتك بتتكلم عليها. يعني بص يا كابتن عادل، برضو أنا مش دفاعا على كابتن طارق العشري، بس أنا لما أكون في موقف يعني زي اللي فيه حرس الحدود في الوقت الحالي وبتنشأ على نقطة وبلاعب سموحة ومغلوب 1-0 او هتغلب بالجون ده 1-0، فبتزيد المسافات مع القدرات اللي موجوده اساسا. يعني بص يا كابتن عادل، ايه اللي فيها دي؟
يعني مع احترامي الكامل يعني. بص يا اصل دي يعني باينه قوي ان فيهاش حاجه. وبعدين في ال 18 ده احتكاك طبيعي. انا شايف ان انا عندي احساس ان كابتن ابراهيم نور الدين هو كان ماسكه معلش هو كان ماسكه قبل دي يعني دي في اللحظه الاخرانيه يعني لو هتجاب من الاول كان ماسكه هي يعني ممكن تتحسب بره بس هو كان ماسكه طب انا هي الخطوه دي نظمها الاثنين مع بعض نظم عملت مقارنه بين الاثنين احساسي الشخصي ان كابتن ابراهيم نور الدين حسب دي بناء على الاولى اللي هي بتاعه الاهلي امال بتاعه الاسماعيلي يا كابتن سيد هو من البدايه بقى الحق زنجلها طبعا زنجلها طبعا من البدايه الحق نفسي بقى عشان برضو جاي من الكهرب ممكن شويه فاي احتكاك عايز يحسب ممكن وارد حكم برضو ما يكون مر باحداث معينه في ماتش وفي حصلت ضجه كبيره كره بتاعه الاهلي فممكن يكون عايز بقى من الاول يحسب تصديقا لكلامك هو ليه ما ردش على طارق لان هو جاي من موقف صعب بالظبط كده فما حاولش يعمل مشكله تانية صح لا هو كمان طبعا هو كمان انا بقول لك يعني الفرق اللي هي بتبقى الامكانيات والقدرات كلاعيبه طبعا امكانيات وقدرات حرس الحدود الاداريه والنظاميه عاليه جدا لكن انا بتكلم كلاعيبه فبتبقى ماشي كويس وبعد كده تيجي حركه زي كده او بينالتي مثلا انا شخص يعني ممكن اقول غلط في التحكيم لكن انا شايف انها عاديه جدا جدا وما تتحسبش ولا ترتقي ابدا ان يبقى فيها اي احتكاك لكن بتتاخر بهدف مع فرق القدرات ديت بتصعب المهمه جدا على فرقتك وعلى طبعا طيب كويس معانا كابتن طارق العشي على التليفون كابتن طارق مساء الفل كابتن ازيك حضرتك عامل ايه وانا كل ما اكلمك الاقي صوتك مش هينفع يا عم كده ما كنت ساعات رحت الحرس صوتي رايح خالص انا هكلمك بكره كابتن طب شاور بقى شاور تحياتي وتحيات كابتن عادل طعيمه وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش لحضرتك حياتي كابتن عادل وكابتن شريف وكابتن حسام طبعا حبيبي يعني انا شايفين اقول لك مبروك عايز اقول حاجه؟ مش عارفين اقول لك مبروك ولا هارد لك ولا ايه انا مش عارفين احنا كلنا قلبا وقالبا معاك الحقيقه والله يا كابتن شريف يعني عاوز اقول الحمد لله على النقطه في توقيت احنا دلوقتي وتوقيت صعب يعني الهدف في التوقيت ده هو تجميع اكبر عدد من النقاط لحد شهر يناير ان شاء الله نحاول بقدر الامكان باذن الفريق بشكل كويس على اساس الدور الثاني هيكون اصعب وانا يمكن زي ما انتم شايفين انا ماسك الفرقه وهي في المركز الاخير وبحاول بقدر الامكان في المباريات دي يعني كلها مباريات من العيار الثقيل حاول اجمع عدد كبير جدا من النقاط يعني اخذت البونت من انبي وده طبعا فرقتين يفوقونا في النواحي الماديه ويفوقونا في حتى في النواحي العدديه الكواليتي بتاع اللعيبه فانا براهن على الولايات صراحه بيطلعوا اقصى توقع لهم النهارده برضه فرقه سموحه من الفرق المصنفه احسن خمس فرق في الدوري طبعا ياخد بونت مهم ان انت ما تخسرش مهم جدا جدا ولذلك انا كنت متاثر جدا جدا من ضربه الجزاء احنا لسه بنتكلم فيها يعني ان احنا كنا في الوقت ده كويس يعني انت عارف الفرقه لما تبقى ماشيه وانت ليك الغلبه العليا يعني داخل في المباراه واول ظهور ليك في ضربه جزاء انا شايفها من عندي اللي هي بعيده ما فيهاش اي التحام شوف قد ايه وبعدين انا شايف ان كمان كابتن ابراهيم استنى كتير جدا جدا لو كان هو واثق ان ضربه جزاء كان عطاها مباشره لكن استنى كتير وانا مش شايف مفيش حاجه دي ترجعك وتاثر عليك خاصه انت فرقه بتحارب من اجل البقاء يعني صحيح. البونت بيفرق معاك انت مش عاوز انكسار وده يمكن اللي كان مش عايز تبعد لان فيها ابعاد بعد نفسي ويعني وحاجات قدرات فنيه ممكن تلاقي يعني الحاجات انا اقول رايي برضو الحاجات دايما كان كل ما كانت القدرات بعيده شويه بتشتغل على العامل النفسي صحيح لو العامل النفسي كمان وقع كمان بتبقى الدنيا صعبه جدا يعني صعبه عليك يا كابتن سيد انك تخسر مباراه انت يعني العامل فيها ضربه جزاء ومش بايدك صحيح. وكمان يعني مش صحيحه طبعا ده ما فيش شك طبعا يعني كان ده حاله الغضب اللي انا كنت فيها خاصه من بعد ضربه الجزاء ولكن الولاد بصراحه للامانه يعني تماسكوا في الشوط الثاني بعدين احنا التغييرات التكتيكيه خلاص يعني دفعنا عايز اكلمك على ده ثقتك في امام عاشور يعني هو ولد منتخب اولمبي وخامه كويسه جدا جدا وان شاء الله الرحمن هيبقى حاجه حلوه ومهم قوي ان هو برضه يشتغل معاك كابتن طارق في الفتره ديت هو معار من غزل المحله لكن مهم قوي انت كمان بتبني لعيب ممكن يبقى مفيد جدا لمنتخب مصر يعني الشغل معاه عامل ازاي والدفع بالنسبه له او الدوافع اللي انت بتوجدها له بتبقى عامله ازاي يا كابتن طارق؟ وشوف امام اللعيبه اللي واعدين في فريق حرس الحدود
وخامه زي ما انت اتكلمت عن كاسيت خامه جيده جدا جدا، لكن محتاج شغل كتير جدا جدا على الناحيه الخططيه، ودي اللي بحاول انميها فيها. عنده حاجات فرديه جميله جدا، حاجات شخصيه جميله جدا، انت بتحاول تسخر ده في سبيل الاطار الجماعي للفريق، بالاضافه انك تنمي عنده النواحي الخططيه زي مركز الهجوميه، زي يبقى عنده زياده عدديه داخل منطقه الجزاء، زي يبقى عنده حاسه تهديف، لان ده اول هدف للامام من 10 مباريات. شوف قد ايه صحيح، محتاج انك تقوي الحته ديت عنده بشكل كبير جدا. احنا عامه عندنا قصور في الحته الهجوميه بشكل كبير. يعني احنا بنحاول، عشان كده احنا بندافع على ان احنا ما يخشش فينا هدف، على اساس ان احنا عندنا قصور. اولا طبعا اصابه احمد عبد الظاهر بالرباط الصليبي بالشكل اثرت علينا، لان احمد احد العناصر القويه في خط الهجوم بتواجد موزز وحماده نصر من العناصر الصغيره، بإضافة بامبا برضه 20 سنه، امام 19 سنه خبرات بتاعت الدوري الممتاز مش متواجده عندهم. فانت بتحاول بقدر الامكان ان انت على الاقل ما يخشش فيك هدف، وتحاول ان انت توصل المباراه انك تخطف اي مباراه نقطه او ثلاث نقاط. فان شاء الله يعني نحاول بقدر الامكان الفتره اللي جايه. طيب استفدت من عبد الله جمعه النهارده انت برضه؟ استفدت كتير، لان عبد الله من العناصر اللي اشتغلت معايا في ام بي، عندي خبرات بشكل. انا بحاول بقدر الامكان ان اعمل ثبات في الخط ده، ما يبقاش فيه تذبذب في الخط ده، لان الثبات ما فيش شك هيقدر يحافظ لك على مرماك، بالاضافه لوجود مصطفى جمال وابراهيم عبد الخالق، الاثنين برضه عناصر خبره بشكل كويس. دول السداسي اللي انت بتبني عليهم القواعد الدفاعيه بتاعتك، بالاضافه للولاد اللي هم اللي زي ما قلت لك، امام على بامبا على موزيس حماده. في الاول ما كانش عندنا يعني شراسه هجوميه، لما ابتدينا نلعب في اثنين سترايكر ابتدينا نتواجد اكثر في منطقه جزاءات الفريق المنافس. يمكن دي اللي اعطتنا افضليه في ماتش النجوم، دي اعطتنا النهارده افضليه في الشوط الثاني لما طورنا في الناحيه الهجوميه، ولذلك احنا رجعنا بسرعه للهدف التعادل، ولو عندنا بعض التوفيق كنا ممكن نخطف المباراه. طيب كابتن طارق، بمنتهى الوضوح كده، حرس الحدود ينقصه صفقتين ثلاثه اربعه في الانتقالات الشتويه، ولا انت شايف ايه من وجهه نظرك بقى؟ ستة. نعم ستة. ستة ستة ده عدد السندوتشات اللي انت كنت بتاكله. نقول أربعة بقى عشان كابتن طارق، أتمنى لك اتفضل يا أبو كمال. عندنا كاب سيد ست يعني أماكن في القائمة، هنحاول بقدر الامكان ان احنا نضيف ست اماكن. انت عارف الدور الثاني دور شرس، اصعب بكتير، عشان تاخد نقطة محتاج انك تكون معاك جيش جرار. احنا محتاجين لاعبين لهم ثقة في الدوري الممتاز، يستطيعوا ان هم يصنعوا الفرق، خاصة على نطاق الخط الامامي اللي هي من انصاف الفرص تقدر تترجم لك. احنا في الوقت العشر المباريات اللي فاتوا دول الولاد يوصلوا بشكل كويس، لكن الترجمة قليلة، انت محتاجين الموهبة اللي تترجم الكلام. طيب انا اللائحه بس انت عارف انا مش مختص السنه دي في اللائحه، فمش عارفها قوي، لكن اللي اعرفه ان المفروض في يناير 5 انت عندك مكان ناقص بقى ولا ايه؟ يعني لا احنا عندنا القيد بتاعنا فيه 6 اماكن لسه، فاضل لك 6 اماكن. يعني احنا طيبين عدد اقل. طب اي 19 ولا ايه؟ اللي انت شايف كلهم دول يعني تحت السن، امام تحت السن، موزيس تحت السن، عندنا لعيبه كتير جدا تحت السن. طيب ابرز المراكز اللي محتاجها قوي، يعني مثلا في الهجوم، في الدفاع، في وسط الملعب، شوف انت سته بقى تحط فين. في كل خط، في كل خط اثنين. انا عن نفسي هجيب لك اثنين لعيبه. هل في البند محمد؟ يا ريت محمد حشيش والكف الشريف يرجعوا، كمان عادل طعيمة يرجع للزمن الجميل. كابتن حشيش هيبخرك الملعب كله. بس انا عايز منك طلب والله يا كابتن، ما تزهقش. لا بالعكس، لا لا كويس، النبي ما تزهقش. الفرقه دي فرقتك، وانت وشك حلو عليهم، وانت بتدور الفرقه من جوه الملعب ومن بره الملعب، وده واضح، واحنا كلنا باذن الله بنتمنى لك كل التوفيق يا رب. طيب كابتن كمان عندك، اتفضل كابتن عادل، عايز اقول حاجه. اتفضل طارق. اتفضل كابتن عادل. انا اول مره من كام سنه اشوفك بالعصبيه دي. كنت عصبي جدا خاصه. بس انت حضرت قبل كده ظروف اصعب من كده، ما كنتش بتتعصب او كده. كابتن عادل، انا عارف انت داخل على فرقه، انا بس بعد 10 مباريات او 9 مباريات، وطبعا عايز منتظر نتائج. انا عاوز اوضح نقطه بس مهمه جدا يا كابتن عادل.
اللي هي قبل الواحد بيتعصب فيها. احنا ونازلين المباراه لما عرفنا ان الكابتن ابراهيم هو حكم المباراه طبعا في يعني خلفيه قديمه للمباراه بالحديث اللي تم طبعا مع المهندس فرج عامر ومع ابراهيم ان هو طلب ان هو يحكم المباراه وان هو لما اتنفى الموضوع ده كابتن طارق اتنفى الموضوع ده كان طلع نفويا تمام فطبعا ديت الخلفيه دي موجوده فلما يجي بعد كده يحصل ضربه جزاء غير يعني مبرره تماما لابد انك تتنرفز واللي يعني اي نعم انا خرجت عن شعوري بشكل كبير جدا وده مش طباعي لكن الموقف اللي احنا فيه مش مستحيل برضه انت عارف انت شغلانه المدربين وانت راجل عظيم بتحرق الاعصاب بشكل كبير وخاصه لما انت مسؤول من على فرقه وبتحاول ان انت النقطه ما تفقدهاش وتيجي انت تفقد نقطه غير ترتيب كابتن طارق طبعا يعني احنا مش بنبرر ولا حاجه لكن الترتيب كمان انت عندك 8 نقط يعني لو خسرت النهارده كنت هتبقى 7 وموقفك اصعب من المعلمين يا كابتن سيد انا مش عاوز ابعد نقطه صحيح. من سموحه او 3 نقاط هتقربني من المجموعه اللي موجوده معايا طب نتكلم سؤال بقى يعني. سؤال مش بريء كده هو البند بتاع امام عاشور يسمح لك ان انت تشتريه ولا البند اعاره وينتهي وترجع يرجع للمعلمين انهي فيهم؟ اللي هم يشتروه حرس الحدود يشتريه يعني انا يعني اعتقد كده في نسبه تسدد اوكي كابتن طارق كل التوفيق لحضرتك يعني ان شاء الله الرحمن كلنا وراك بجد لان انت تستاهل كل خير يعني حد مخلص جدا في شغله متفاني جدا في شغله متميز جدا في شغله كل التوفيق لحضرتك وان شاء الله الرحمن حرس الحدود كمان كمنظومه وهيئه ولعيبه ومسؤولين على اعلى مستوى شكرا جزيلا كابتن طارق العشري يعني المدير الفني لحرس الحدود طيب كابتن عادل اتفضل كمل زي ما انا قلت طبعا طارق قالت انا كنت عصبي زياده صحيح. فطبعا دي حاجه لكن الحقيقه النتيجه فيها نوع من العدل هم كان الحرس كان بيلعبوا بروح قتاليه بينفذوا في اختراقات من الاطراف مشكلين خطوره في نوع من الجديه بيقدم مباراه كانها نهائي كاس بعكس سموحه كان في بعض الفترات فيها نوع من المظهريه شويه ما فيش الجديه اللي كانت ند بالند يعني هنا في جديه هنا الجديه اقل شويه النتيجه فيها عدل 1-1 ما اعتقدش ان في يمكن فرصه من هنا فرصه من هنا لكن النتيجه فيها عدل ما فيهاش الا اذا كانت ضربه الجزاء انا يمكن مش شفتهاش كويس لا في رايي الشخصي يعني حق ربنا يعني ما فيهاش حاجه خالص ممكن يعني انا شايف ان ما فيهاش حاجه خالص اتفضل يا كابتن شريف قول رايك في المباراه ولا حاجه انا انت عارف انت تبقى فرقه نازله عارف انها هتكسب المباراه في اي وقت يا سموحه طب ليه يا كابتن شريف؟ يعني انا اقول لك سموحه مثلا اتعادلت مع مين؟ سموحه اتعادلت مع النجوم تخيل؟ لا طبعا النجوم على راسنا من فوق لكن اقصد الفرق اللي وافد جديد يعني وتعادلت مع طلع الجيش وتعادلت النهارده مع ما ده الانطباع اللي بياخدوه هم لما الحدود اما بيلعبوا في تعادلوا مع الزمالك وكسبوا الاسماعيلي وتعادلوا مع بيراميدز وكانوا وضيعوا بينالتي كمان بتحس بيهم قدام الفرق القويه بتحس فيهم في الاهتمام والتركيز هنا هم سايبين لدرجة ان انا في فترة من الفترات وكسبوا المقص في فترات بتاع انا حسيت ان هم بيلعبوا 4-5-1 يعني هم اللي عايزين سايبين الراجل ده لوحده قدام حسام حسن وكله بعيد عنه كمان يعني انا النهارده بلعب فرقه زي حرس حدود فرقه ما عندهاش امل في اي حاجه انها تعمل لك اوبن جيم تلعب لك جيم مفتوح لما دي طريقه لعبهم معايا وبيشتغلوا من ناحيه اليمين ومعروفين والراجل بيدور الفرقه مع لعيبه اتصابت عنده من كان احسن واحد اتصاب عنده هو اللي كان بيقدر بيعكز عليه عبد الظاهر فالناس دي انا كفرقه نازله عايز اخد 3 نقاط لان انا دايما ببقى في بوره الضوء وببقى في المركز الثاني الثالث الرابع يعني ما بقلش عن كده هذا الشكل والتكاسل والاعتماد على الاخرين جوه من اللعيبه الحقيقه يعني شفت علي ماهر وهو ماشي بيكلم نفسه على الخط ومش فاهم في ايه اللي بيحصل في كسل في هبوط في اللياقه البدنيه على فترات لما بشوف اللعيبه الحقيقه نهينا عن حكايه ضربه الجزاء او نتيجه المباراه فهو ده حرس الحدود اللي بنشوفه دايما فاتح الجيم بيلعب ما عندوش حاجه غير انه يخطف نقطه او 3 نقاط يحسنوا شكله يحسنوا وضعه حتى مع الاداره الجديده والجهاز الفني الجديد بتاعه فاحنا الفرقه دي من اول السنه كانت بتلعب ايام كانت مع عماد مؤمن سليمان؟ لا كانت عماد سليمان عماد سليمان من الاول وبشروا لنا ان هم جايين عايزين يلعبوا كوره عايزين يأدوا بس زي ما انت قلت
هو محتاج مش هو محتاج عناصر تقويه في عمدان في تحت الفراوده قلب الهجوم قلب الدفاع اللي هي العناصر اللي هي بتديك ارتياحيه حتى وانت جهاز فني قاعد بحيث ان انت عندك في كل مركز اثنين يقدروا يشيلوا الفرقه في اي وقت وعندهم الايقاع اللي يخليني اقدر العب قدام الاهلي قدام بيراميدز قدام الاسماعيلي قدام الزمالك. يعني النادي دلوقتي بقى لها حضور وبقى لها لعيبه بتقدر تستخدم لعيبه من برازيل ومن انا لو عينك انت جات في النادي الاهلي على اي لعيب تقدر تجيبه نادي الزمالك صفقاته بيخش فلوس النادي بتقابل فلوس كبيره جدا فبامكانياتها وروح اللعيبه الزوار دي اللي تثبت نفسها انا بحييهم الحقيقه أوكي. ان هم ليهم هذا الوجود يعني كابتن عشيش الحقيقه انا شايف ان يعني أسوأ مباراه لسموحه من فتره كبيره اداء باهت وده اعتقد نتيجه لانهم ما ادوش المباراه الاهميه الكافيه ترتيب في مقدمه الجدول الدوري بيلعب مع فرقه في القاع برغم ان دي تعتبر من دربيات اسكندريه يعني انما ما ادوش الفرقه فرقه حرس حققها نتيجه للنتائج الاخيره اللي مش مظبوطه فرقه سموحه تمتلك مجموعه كبيره المهندس فرج عمل اللي حضرتك قلته الخبير ان هو وقع عقوبه عليهم 30,000 جنيه لان هو برضو تكمله للكلام ده هو النهارده سموحه فرط في مكسب كان ممكن يرفعه على القمه يتصدر تخيل انت يعني انت بتكسب الفرق الكبيره وتيجي مع احترامي طبعا لحرس الحدود بامكانياتها ان انت تتكلم على الظروف الحاليه هو تتعادل الثاني حرس الحدود بالظبط كده تتعادل معاها وانت كمان ليدنج بجون في البدايه وطالع الشوط الاولاني 1-0 وعندك مجموعه من اللعيبه تمتلك المهارات والسرعات مع لعيبه لسه ما عندهاش خبرات يعني يمكن الكابتن طارق كان واقعي بدا الملعب اللعب بتقفيل المساحات عشان عارف المهارات والسرعات بتاع طبعا لعيبه سموحه بعد كده يعني في عز ما هو هاجم واخطر على الجون بيجي فيه ضرب الجزاء طبعا انا معاك انها مش صحيحه تماما فده اللي خلى برضو يمكن الكابتن طارق ينفعل لان برضو الفرق الصغيره دي متمسكه بالامل ان هي عايزه ما يدخلش فيها جون لغايه مثلا الشوط الثاني ممكن تخطف عن طريق الهجمات المرتده. المكاسب النهارده بتاع فرقه الحرس غير ان هم طبعا تقدموا في خدوا نقطه وتقدموا شويه في الجدول يعني بيقرب شويه بيجمع نقاط ان هو برضو رجع يعني الرجوع بعد انك تكون خسران 1-0 يا سيد وبعدين الشوط الثاني تبدا وتجيب جون انت وتتعادل وكان اخطر على المرمى طارق مثلا لها دور في الكلام طبعا 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 اللي هو ان الفرقه بالولاد الصغار اللي مفيش خبره انك ترجع تاني للماتش وتكمل يعني تسيد كامل للشوط الثاني من جانب طبعا فرقه الحرس بحيي الكابتن طارق وان شاء الله انا اتوقع ان الحرس في الفتره الجايه جاي يعني طيب نتيجة النهاردة خلت سموحة في المركز الثالث برصيد 17 لو حضرتك أو تأكيد إذا كلام حضرتك كابتن حشيش لو كان كسب كان هيبقى 19 كمان متصدر حاليا الإنتاج الحربي 18 لو سموحة كسب كان هيبقى 19 وخلت حرس الحدود في المركز ال 17 برصيد 8 نقاط متفوق على المقاولين لكن يبقى المقاولين مباراتين المقاولين لعب 9 وحرس الحدود 11 اللي كان في احتياج للمباراة هما الاثنين صراحة بس طبعا. شتان ما بين الفرقتين يعني الفرق الهدف اكتر يعني انت سموحه بتلعب على يعني اعتقد انها بتلعب على المربع الذهبي وطمعانه برضو في البطوله ليه لا ماشيه قريب ومعززه الفرقه وعامله تدعيمات قويه والراجل ما بيمخلش على الفرقه ومعاهم مدرب كويس وكسبانه مباريات خلال الفتره اللي فاتت مع اكبر الفرق فانت بتيجي على مباراه زي دي وبتتعادل وبتخسر نقطتين كان ممكن تسيبها لفرقه مثلا قدام فرقه من فرق القمه يعني. طيب النهارده كان المفروض يبقى في مباراتين كمان مباراه المصري مع الزمالك لكن تم تاجيلها طبعا عشان الكونفدراليه كل التوفيق للنادي المصري هيلعب يوم الاربعاء الجاي مع فريق كلوب فرقه قويه جدا جدا على ارضها في كينشاسا ان شاء الله يكسب باذن الله ان شاء الرحمن كمان والاهلي كان المفروض مع مصر المخصصه لكن تم تاجيله طبعا لسفر الاهلي بعد بكره ان شاء الرحمن المواجهه وفاء الصيف والثلاث مباريات اللي احنا بنحللهم دلوقتي اللي هي الاولى كانت سموحه مع حرس الحدود واللقاء الثاني جمع ما بين الاسماعيلي وبيراميدز المباراه يعني تحليلها قبل دخول اجواها كابتن عادل يعني الاسماعيلي كان في اشد الحاجه للفوز الاسماعيلي كان متاخر جدا في الترتيب الاسماعيلي النهارده بفوزه دلوقتي رفع رصيده للنقطه ال 12 نعم طلع سبع مراكز
بالظبط كده. كان 9 نقط، كان 9 نقط، كان في مركز متاخر جدا جدا جدا، كان متساوي مع بتروجيت، كان محتاج الفوز جدا. بيراميدز كمان كان محتاج الفوز على اساس ان هو يستمر في المنافسه والمراكز الاولى. اللقاء يعني اول 6 دقائق او حالك ان الاسماعيلي فرقه تانية خالص غير الاسابيع اللي فاتت يعني، ومعهم مدير فني كويس قوي على فكره، انا بحترمه جدا جدا يعني. فقدر بكرات ثابته، وقدر عن طريق خبرات كمان حسني عبد ربه ان هو يعني يتفوق في وسط الميدان تحديدا. لكن بعد كده اللقاء بقى رايح لبيراميدز، الفعاليه الهجوميه عن طريق كينو ما كانش زي كل مباراه، كينو كان مش في حالته المعتاده، اتمسك بشكل كويس جدا من الاسماعيلي. الشوط الثاني كان مختلف خالص لصالح الاسماعيلي، كلنا وجهه نظرك يا كابتن. اولا من ضمن المباريات الجميله جدا انك بتحس انك انت فعلا في دوري، الجمهور كان كتير جدا، فتحس انك انت فعلا ماتش كوره، انت بتتفرج على ماتش كوره وفي جماهير وفي تشجيع، ودي الحاجه الطبيعيه اللي احنا من خلال كره القدم بنشعر بيها، انك انت بتبقى في جمهور في الملعب، الجمهور ده بيتفاعل مع الفرقه. واعتقد انه في حاجتين مهمين جدا كانوا موجودين النهارده. الحاجه الاولانيه الحضور الجماهير المكثف. اتفضل يا كابتن كمل. حضور الجماهير المكثف. الحاجه الثانيه ساعدهم تغيير المدرب، ده الطبيعي. دايما تغيير المدرب في المباراه الاولانيه. طب نذكر الناس بالتشكيله برضه يا كابتن عادل بعد اذن حضرتك. يعني هقولها انا سريعا: عصام الحضري وطارق طه باك ليفت، ومحمود متولي، ومحمد مجدي، وباهر المحمدي، ده يعني وقف كينو على الاخر الصراحه يعني، وحسني عبد ربه، وعمر الوحش، وعماد حمدي، وعبد الرحمن مجدي، ولسعد الجزيري اللي هو احرز الهدف الثاني، وكريستوفر كمان كان ماشي بشكل كويس جدا، كان محطه. لكن بيراميدز بقى كان على المقابل احمد الشناوي، رجب بكار، وعلي جبر، وعبد الله بكري، ومحمد حمدي، محمد فتحي، نبيل دونجا، وقفشه، وكينو، ومحمد فاروق، وناصر منسي. دي كانت تشكيله بيراميدز. اتفضل يا كابتن علي. هو طبعا المدرب جديد، انت عارف كل مدرب جديد بيجي كل اللعيبه بتبقى فيه روح المنافسه، وكل واحد عايز يظهر انه هو الجدير بالمركز. هو طبعا ابتدى بعمر الوحش بعد غياب طويل، كان راجل جزائري ما كانش بيلعبه تقريبا خالص. خلى باهر بدل ما يجيب امساك حطه على الطرف، ونزل مجدي. حسني راعي عبد الرب، واداله اطول مساحه في المباراه النهارده. الحاجه الثانيه ابتدى بسعد الجزيري، لاسعد الجزيري، لاسعد الجزيري ابتدى بيه برضه. فدخل 3-4 عناصر جديده للفريق، فادت نوع من التغيير. مع الحضور الجماهيري المكثف، البدايه كانت رائعه جدا، قويه جدا، سريعه جدا. قدروا في الدقيقه 6 ان هم يجيبوا جول من كورنر او من فاول اعتقد. لا، ضربه ركنيه. ضربه ركنيه. طلع طبعا متولي. محمود متولي حطها حلوه قوي الصراحه، حطها حلوه جدا أول. وطبعا في غياب احمد الشناوي، لان كانت جوه 6 يارده، كان المفروض احمد الشناوي يطلع الكره دي بتاعته، كان مطلع يطلع ياخدها، او يبقى علي جبر كان يبقى مع الراجل اللي هو مفروض في الكرات الثابته بيطلع، لان هو بيجيب الجول على طول في الحته دي. بس هو كان محمود متولي، كان علي جبر ماسك حد تاني يعني، هو ما كانش هو بتاعه. المفروض اعتقد هو كان عبد الله بكري. عبد الله بكري اللي بيجيب الجول باستمرار، محمود متولي في الكورنر والحاجات صحيح. دي صحيح. فانا المفروض كمدير فني كان المفروض ان انا بتاع بيراميدز ان هو كان يبقى يمسك حد للراجل، طلع بالراحه جدا وحطها، ويمكن في بعديها ب 10 دقائق واحده ثانيه برضه زيها، والشناوي طلعها. الاسماعيلي فضل مسيطر الشوط الاولاني، وفي هجمات على استحياء لبيراميدز، بس للامانه هم ليهم ضربه جزاء صحيح. صحيحه خبطت في ايد مجدي، احنا معانا صورتها كمان يعني واضحه جدا، وطبعا صحيح. كان الحكم الخامس قدام طارق مجدي، كان غريب جدا في الكره دي، طارق مجدي قدام عينيه ومحمد الحنفي قدام عينيه، يعني ده شايفها من اليمين وده شايفها من الشمال. هو عمل كده، طارق مجدي عمل كده، اكنه ما حركش ايده. لا طبعا هو حرك ايده يعني. طيب. مع ان في البنالتي الثانيه، في البنالتي بتاع الاسماعيلي محمد مجدي، هي على محمد مجدي. اتفضل. في البنالتي بتاع الاسماعيلي ادى للحكم انها بنالتي، وهي فعلا بنالتي. الشوط الثاني اعتقد انه نادي بيراميدز ابتدى في نوع من عمل شويه. هي قدامنا يا كابتن. اتفضل يا كابتن. طبعا هي واضحه طبعا، لانها حتى خبطت في ايده وكانت رايحه، هو عينه عليها. لا ايده مفروده خلاص، ايده مفروده خلاص، مش ايده مش فرادة الطبيعي. بص طارق مجدي فين؟ خلي بالكوا طارق مجدي باين جدا، هو يعني ربعه بس اللي باين، زاويه الحكم والحنفي باين جدا، عمودي
الحاجات دي يعني صعب قوي انها تعدي. صحيح. يعني صعب قوي. ودي كانت ممكن تخلي النتيجه 1-1. صحيح، لانها في الشوط الاول تحديدا في الدقيقه 34 يعني الاسماعيلي جاب جول بتاع محمود متولي في الدقيقه 6 والكره دي كانت في الدقيقه 34. فده الشوط الاولاني. الشوط الثاني اعتقد انه بيراميدز ابتدى عمل شويه تغييرات غريبه. فتبص تلاقيه بيطلع ناصر منسي وبينزل احمد توفيق. تغيير غريب. وبعدين زي ما انت حضرتك قلت راجل البرازيلي كيرو كان ما كانش في حالته خالص، وبعدين كان بينقله من اليمين للشمال. باهر المحمدي عمل عليه ماتش رائع. هايل. رائع. هايل. من احلى الماتشات الباهر المحمدي. في ارقام للاسماعيلي كمان انت عرضتها؟ الاسماعيلي وبيراميدز يعني. اتفضل. اتفضل. في كوره انفراد اتعملت حلوه قوي للجزيري، اعتقد الشناوي برضه كان تسبب في ضرب جزاء، كان الراجل رايح يعني حتى لو راح بيها مفيهاش اي خطوره على المرمى، راح طالع وكانس الراجل ضرب الجزاء. فالجول الاولاني كان المفروض يطلع ياخدها، والجول الثاني ضرب الجزاء، يعني الكورتين دول كان ممكن جدا ما يبقاش فيه، لكن كان هناك خطوره متشكله. مش ضرب الجزاء انا كشيف عبد المنعم، مش ضرب الجزاء الثانية ولا الأولانية؟ الثانية اللي هي اللي جاب منها الجون الثاني. الشناوي بتاعت الشناوي يعني. مش ضربة جزاء. هنتكلم فيها وهقول لك ليه. طيب ماشي اتفضل. يعني خلي ضربات الجزاء تبقى يعني لسيد، هنخلي سيد ضربات الجزاء كده اسمها ضربة جزاء. هقول لكم ليه مش ضربة جزاء. هي لما طب انا هقول لكم بس الأرقام. الشناوي ما راحش بالكورة خالص. أنا عايزك تشوف. وخد رجليه. عايزك تشوف الكورة لما الشناوي وعدت الكورة عدت. وعدت الكورة عدت. عدت راحت بره. أنا بقول إن بتاعت بيراميدز ضربة جزاء وبتاعت الإسماعيلي ضربة جزاء. طب في أرقام كده وحضرتك بقى يعني. أنا هقول لك ليه أنا بقول كده. أنا أصل ما أكلتش من البرتقال اللي أنت جبته النهارده، فهقول اللي أنت هتقول اللي أنت عايزه يعني، بس مش هتاكل منه بعد الحلقة. الإسماعيلي مع بيراميدز أرقامهم، الاستحواذ كان لصالح الإسماعيلي 59-41، تمريرات 464 للإسماعيلي 306 لبيراميدز، 81% كانت تمريرات صحيحة لصالح الإسماعيلي مقابل 73% لبيراميدز، كروت صفراء 1 للإسماعيلي 3 لبيراميدز، وبطاقات حمراء طبعًا بالتأكيد كانت 0-0. التسديدات 11 لصالح الاسماعيلي 13 لبيراميدز، على المرمى 4 للاسماعيلي و4 لبيراميدز. دي كانت الارقام. كابتن عادل حضرتك عايز تضيف حاجه قبل ما نروح لكابتن؟ بقول مبروك للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي كلنا بنعشاه وكلنا بنحبه، واعتقد انه عمليه الصعود 7 مراكز مره واحده مع مدرب جديد مع رجوع الجماهير. بقول هارد لك لنادي بيراميدز ان هو يعني اول هزيمه، فبالتوفيق ان شاء الله. اتفضل يا كابتن شريف. كابتن عادل غطى معظم طبعا او يمكن كافه النقاط اللي هي احنا كلنا بنتناقش فيها، فانا هقول لك ان حضور الجماهير ومؤازرته واستقباله للعيبته، اللعيبه اللي هي حاسه بالفتره اللي فاتت الحقيقه انها نادي الاسماعيلي يستاهل اكتر من كده، ويستاهل حماس اكتر من كده جوه الملعب، ويستاهل ان في وجود الجماهير دي يثبتوا ان هم على قدر المسؤوليه والمستوى بتاع فرقه اسماعيل اللي احنا متعودين عليه. فكان لا الحقيقه، وكان احتفال كبير جدا في الاسماعيليه النهارده بالفوز، واللعيبه راحت وعملوا شكل جميل جدا زي ما قال كابتن عادل، احساسنا ان في دوري عام الحقيقه من هذه المباراه سليم جميل، مباراه جامده جدا، لعيبه كلها حتى مش اللي حصلت المشكله اللي حصلت بين حسني عبد ربه وعلي جبر اتلمت في ثانيه، واعتذار على طول من علي جبر لحسني عبد ربه، وحسني كان يعني قلبه ابيض فيها، والمكسب نساه الحقيقه يعني والاحداث. الناس اللي عامله تاريخ كويس قوي الحقيقه مع الاسماعيلي ومنتخب مصر يعني. واحنا بنحييه على المجهود الكبير اللي هو بيأديه لنادي الاسماعيلي الحقيقه. ف شكل المباراه من الاول واستقبال اللاعبين الاسماعيلي للمباراه، في احساس تحس ان هم رايحين على احساس الفوز، الويننج، الاحتفال، مش فارق معاهم، مش هايبين الموقف زي ما انت قلت. باهر محمدي عمل جيم 10/10، لانه جاي من مباراه كان مسافر وجاي وفي ارهاق وكل حاجه، انما النيرف والتصميم على انه النهارده يبينا لينا شكل ولينا وضعيه اللي هي مش لاقيه بينا، ان انا 9 نقاط دي مش ما تنفعش النادي الاسماعيلي الحقيقه. لما يبقى يشيلوا لي 6 نقاط من عندي عقوبه وكلام ده يبقى هو ده معلش يبقى انا بعوض، انما انا النهارده لا، انا ابتديت الدوري كويس قوي مع النادي الاهلي، وبعد كده كانت الشكل المفاجئ كان بالنسبه لي هو ماتش النجوم اللي هو اف سي اللي هو 1-1 1-1.
ده كان شكل بالنسبه لي خد ان الدفاعات بتاعتهم وجيت طلع الجيش خلص على فرقه الاسماعيلي بمباراه كبيره جدا. هو ده التدرج اللي حصل لهم لتحت مع تغيير مدرب مع دخول مدرب برازيلي فاهم واعي وبيعمل ساعات نتائج. ساعات يعني ساعات حته التغيير من بدري بتفيد ما تبقاش ضرر يعني. في ناس كتير بتقول لك ايه قصدك اتاخروا شويه. لا يعني انا اقصد التغييره دي كانت مفيده للاسماعيلي. اه طبعا تغييره المدرب في الفتره الحاليه كانت مفيده جدا للاسماعيلي ونتاجها او نتيجها الناتج بتاعها بان النهارده على طول. روح جديده مدرب برضو كويس جدا بشكل كويس النتيجه ساعدته فهتدي له خطوات يعني كبيره جدا او لقدام بشكل كبير يا كابتن شريف. انا هقول لك على حاجه نفس الشكل ده مش عايز اخرج من سياق مباراه الاسماعيلي انما هو نادي المقاولين العرب يا كابتن سيد نفس القصه. كابتن علاء نبيل امبارح بيتقدم باستقالته وبعدين بيسالوه قالوا لا يعني بلاش تتقدم بالاستقاله المقاولين مستنيك المقاولين عايزك لسه انت عندك شغل جامد. هو قال الكلمه اللي انت قلتها يا كابتن سيد ان في تغيير بيحصل نفسي يعني بيغير من الدنيا شويه فكر جديد بيخش عليا النادي المقاولين ده النادي بتاعه فهو يحب له كل الخير. فزي ما انت قلت وصدلت في حكايه التدريب المدرب ده المدرب الحقيقه عنده روح الفوز وهو واقف على الخط عنده ايمان بالقدرات كويس. عنده ايمان بالقدرات اللي هي تحت ايده بيشتغل عليها بيشتغل عليها لدرجه انه عمل تغيير في الاخر حتى لو كان دقيقتين ثلاثه او اربعه لعيب ناشئ خدت بالك بيديله عايز هو اللي جاي عايز البروميسنج بتوعه اللي هو ياخد الاحساس وياخد الوضع في شكل الفوز. فكان مش عايز اطول عليك يا كابتن سيد في الموضوع ده. انا سعيد بالمباراه كافه الحقيقه ما عنديش اي حاجه غير البينالتي بتاع لا هعرضه لك انا شفت لك بتاع ضربه اليد اللي هو بيوقفها كمان مش جت فيه غصب عنه. انت بتتكلم على بتاع بيراميدز بتاع بيراميدز البينالتي الثاني انا ليا بس تعقيب واحد انا هشرحه وانا قاعد انا بتفرج من جميع الزوايا ان الراجل لما عدى وراح على الجول كرة طولت منه غصب عنه وهو بيعدلها برجله الشمال طولت منه فطلعت بيها. لما جه احمد الشناوي ينزل عليه نزل على الارض بيده الشمال وايده اليمين لسه في الهواء وده راح واقع. القرار بقى ازاي انت بتاخد ديزيشن قرار زي ده سريع جدا انك انت تدي هنا ضربه جزاء والنهارده انت بتسال المساعد طب فين في فرقه بيراميدز البينالتي بتاعهم اللي هو الهاند بول انت لا سالت نفسك ولا سالت عينيك ولا سالت المساعد فكده هي قدامي. بص يا كابتن ايده لسه دي الراجل ده الكره راحت خلاص بره رايحه شمال يا كابتن سيد حتى لو سابه عايز اقول لك حاجه في القانون الجديد انا عايز اقول لك حاجه في القانون الجديد انت عارف انتوا جايبينها لي من زاويه وهو بيقع والراجل ماسك رجله هو ماسك رجله خلاص لا بص الكره فين يا كابتن بص الكره فين انت عارف ده لو مش محتاج خالص او مشترك خالص في اللعبه ضربه جزاء لو مش مشتركين خالص في تهور من الشناوي كمان في اقول لك على حاجه في القانون الجديد يا كابتن شريف انت عارف لو الاثنين دول بره الملعب خالص والكره في المحيط اللي قدامهم ده الكره دي ضربه جزاء انت عارف ان ده القانون الجديد يعني لو الكره في نص الملعب تمام يعني ممكن تقول فيها كلام لكن لو الكره في المحيط ده اللي اعرفه ممكن حد في التحكيم يقول لنا بقى كابتن اي حد بكره انا بقى عايز اي حد من الحكام ياخدوا وجهه نظري اللي انا بتكلم فيه ان الكوره دي الراجل خرج بيها طلعت منه ومدت الكره ده ممكن تبقى ليا وتبقى عليا فيها تهور تهور من يعني وبعدين الراجل واضح انه طالع بالكوره بره هو حلل له المشكله يعني سيب حلل له المشكله بالظبط كده هو حلل له المشكله بالظبط كده حلل له المشكله ولم يرحمه الحكم. وانت كنت استاذ الحاجات دي طبعا امال ايه مش عايزين نقول لكم على ثلاث نقط كابتن حشيش عشان نخش اللقاء اللي بعده ونتكلم شويه على الاهلي بقى طبعا تمام كينو لما بيختفي بتختفي فعاليه بيراميدز الهجوميه خالص قايل الكلام ده الحاجه الثانيه التغيير العجيبه الغريبه اللي اجراها بيراميدز او المدير الفني لبيراميدز خروج ناصر منسي ودخول احمد توفيق وانت مطالب ان انت تعود للقاء من اساسه يعني اوكي ثالثا وده المهم قوي واضح جدا من المباراه اللي فاتت ان بيراميدز بيعاني من الكرات الثابته اكتر من هدف ده كل الاجوان شيش انا عايز اقول لك يعني بالظبط علينا كده توكل على الله مش هسيبك انت تبيع يا حاج بقى انا ما تيجي تبيع يا حاج بالظبط طب انا نسبتي يا حاج يعني عايز اقول النهارده مباراه مميزه للفرقتين ودخلتنا في اجواء الدوري المصري الحلو جمهور كبير جمهور نادي الاسماعيلي بيشجع بطريقه جميله فرقته استعداد الاسماعيلي لفرقه كانه هيلاعب اهلي او زمالك يا كابتن عادل يعني احساسك ان بيراميدز برضو عملت وجود في الدوري المصري ومتصدره وفرقه كبيره والفرقه الوحيده لغايه الان اللي هي ما اتهزمتش
فانت بتلعب فرقه كبيره عامل لها استعداد كبير قوي. تواكب مع كده كمان تغيير المدير الفني، المدير الفني ده طبعا يعني جه مصر قبل كده من خلال فرقتين قبل كده وعمل نتائج كويسه، وواضح ان هو مدرب طبعا محترم وكويس، اثر على تجهيز النفس للعيبه. يعني تشوف الاسماعيلي النهارده وشوفه من خمس ست اسابيع اللي فاتوا او بدايه البطوله كان حاجه تانية خالص، اداء باهت، لعيبه ما عندهاش حافز. النهارده اللعيبه كلها متفوقه على نفسها، في يعني ناس اجادت محمود متولي وباير محمدي عاملين ماتش غير عادي. في المقابل النهارده يعني كمان برضه عايز ازود على المدير الفني للاسماعيلي، ارى الفرقه بتاعت بيراميدز كويس قوي، قفل مفاتيح اللعب زي ما انت قلت، كينو وقفشه ومحمد فاروق يعني يعتبر النهارده ما عملوش اي حاجه، يعني حتى كينو جه في الشوط الثاني كان بيتحرك مش في مكانه بقى، كان بيخش جوه بيروح الناحيه الثانيه، عمره ما كان بيعمل الكلام ده، كان واخد ناحيه شمال مشتريها وبيلعب فيها. الولد حد من خطورته تماما. الاسماعيلي طبعا استغل برضو الكرات الثابته اللي اعتقد ان المدير الفني يعني قال لهم عليها، واضح قوي برغم الطول علي جبر في وسط قلبي الدفاع انما في خلل كبير قوي في التمركز، اكثر من هدف غير الجون، كان في اكثر من جون هيجي من كرات ثابته سواء من الجنب او كورنر. فطبعا ده يعني النهارده الاسماعيلي انا بحييه عمل مباراه كبيره جدا، وقف طبعا بيراميدز من تكمله المسيره، وكان النهارده لو كسب برده كان هيتصدر برده، يعني كان في كذا فرقه النهارده لو كسبت هتتصدر. فانا بحيي الاسماعيلي وببارك له وببارك لجمهور الاسماعيليه. طيب عشان برده نقول ان بيراميدز في خلال التسع مباريات اللي لعبهم لحد دلوقتي دخل في مرماه 10 اهداف منهم خمسه من الكرات الثابته، عشان تاكيدا للكلام اللي احنا بنقوله. بيراميدز لو كان كسب النهارده كان هيتصدر فوق الانتاج الحربي، فوق الزمالك وفوق سموحه، كان هيوصل للنقطه 19. الاسماعيلي لما كسب النهارده وصل للنقطه 12 وتفوق ست سبع مراكز زي ما تفضل كابتن عادل وائل. يبقى بيراميدز في المركز الرابع برصيد 16 نقطه، والاسماعيلي في المركز التاسع برصيد 12 نقطه. سريعا يا كابتن عادل في اللقاء اللي جاي، لان انا هنطلع فاصل وبعدين نتكلم على الاهلي. تمام. ملاحظة صغيرة بس، الإسماعيلي قبل مباراة النهاردة متعادل ثلاث مباريات ومغلوب ثلاث مباريات. صحيح. ما حصلتش في تاريخ الإسماعيلي. صحيح. ثلاث مباريات تعادل وثلاث مباريات هزيمة واثنين مكسب بس. طيب. مكسب النهاردة بقى ثلاثة بونت. فوز يعني الإسماعيلي النهاردة كمان، خليني أقول لك إن فوز الإسماعيلي في الوقت النهاردة يا كابتن حشيش يعني من 24 أغسطس ما كسبش فرق، هو أول مرة يكسب فرق هدفين. طيب. لكن من 24 أغسطس يعني تقريبا رابط الشهرين دلوقتي. صحيح. كلين شيت بتاعه كل المباريات اللي لعبها بعد 24 أغسطس كله دخل فيه أهداف. للمرة الثانية السنة دي من شهرين ما يدخلش فيه أهداف، مرتين، مرة في مصر المقاصة 1-0 والنهاردة 2-0، ودي المرة 600 في تاريخ الدوري بالنسبة للإسماعيلي، المرة 600 ده رقم المفروض برضو يحفظوه أصحابنا وأخواتنا في الإسماعيلية، إن دي رقم 600 في تاريخ الإسماعيلي في الدوري المصري إن هو ما يدخلش فيه أهداف، دي المباراة رقم 600 ما يدخلش فيه أهداف. كابتن عادل سريعا كده بعد اذن حضرتك نروح لمباراه الداخليه وانبي، واخد راي حضرتك سريعا وراي كابتن الشريف وكابتن حشاش، ونرجع نتكلم عن المباراه الحقيقيه. يعني فيها كره عرضيه من الباك ليفت وبعدين خبطت في رجلين الناس لحد لما حمدي راح شايطها في الزاويه القريبه. الشوط الثاني حسين رجب في الدقيقة 5 بيجيب هدف التعادل لإنبي. دول الحاجتين الموجودين في المباراة. بعد كده عشوائية، الميس باس، الباصات الغلط، حتى وانت فاضي معكش حد ومفيش حد ضغط عليك بتسلمها بمنتهى البساطة كده للفريق المنافس. الحقيقة أنا بكتفي بالكلمتين دول لأنه فعلا مباراة كانت سيئة جدا. لخصت كل حاجة أنجزت. اتفضل يا كابتن شريف. هو مش هنزود عن الكابتن عادل انما احنا عايز اقول لك على حاجه. عرضوا لنا تشكيلتهم مسامير بعد اذنك، اتفضل يا كابتن. الفرقتين على تفاوت في الوقت من المباراه تحس ان بيحصل ركود كده، اللعيبه ده ورا بعض العاشر وال11 12 نقطه يعني و12 نقطه، تحس ان اللعيبه على فترات اول ما بتفتكر ان احنا لازم نعدي الناحيه الثانيه ونهدد الفريق اللي قدامنا. انما انا هقول لك على حاجه، الداخليه بحقيقه تاني تايم مسك الفرقه انبي، انا ما حسيتش بوجود انبي خالص. هما الكاميرا ما جابتش حتى خالد المدرب بتاعهم متولي من على الخط ولا اي حاجه، وكان ليهم السبق الحقيقه ويقدروا يخلصوا الماتش
وعندهم لعيب اسمه اسلام جابر. الحقيقه ده من اللعيبه المتميزين جدا اللي النهارده انا حسيت بوجوده في الملعب، ولعيب على مستوى يعني اللي هو من متميز عن اللعيبه دي كلها اللي بتلعب معاها. لو في سبورت وفي تدعيم للراجل ده في انطلاقاته من ناحيه اليمين ودخول منطقه الجزاء اكثر من لعيب، كان يقدر علاء عبد العال النهارده يتوج بالثلاث نقاط. وسهل جدا ان عنده شكل تنظيمي اكثر من فرقه انبي. الحقيقه فرقه انبي فرقه انفراديه، الجمعيه بتاعتها مش موجوده، حتى لما بتروح بكوره او بتروح باي حاجه من كونتر اتاك او بتعمل لونج باس وكعود ده جات له الكوره ولعبها بالعرض زي ما كنت بقول. اسلام جابر كان في منتخب مصر. اه اسلام جابر كان في منتخب مصر. اه يعني الناس دي لما بتروح لها الفرصه انا ببقى مش متهيئ في تنظيم لعب من جمل من انطلاقات من حاجات، لا انا شايفها ان هي بتبقى رد فعل للفرق اللي هي بتلعب قدامهم. فعليه كابتن خالد متولي انه يحصل حاله تنظيم لفرقه انبي الحقيقه من الداخل الملعب، ونشوف في مدرب بيعرف يدور فرقته حتى والماتش شغال يعني، انما هي مش بالتغييرات الحقيقه، وساعات التغييرات بتبقى ضدك، ساعات التغييرات هي اللي بتخليك في حاله ان اللعيب اللي بينزل الملعب ما بيقدرش يندمج مع القوه اللي موجوده من الفريق الاخر. فانا مش هقول انها مباراه سيئه، اكتر ما انا هقول ان الفرقه دي محتاجه جدا اي فيهم اي حد ان هو يبقى عنده ثلاث نقاط يخليه هيقابل مهاجمه شرسه جدا في الراوند الثاني. انت في الراوند الثاني مش هتعرف تلحق تعوض الماتشات اللي انت كنت ممكن تقدر تحقق فيها الثلاث نقاط. كابتن حشيش برضو مش هطول في الكلام عن المباراه دون المستوى. اعتقد ان انبي بيدفع ضريبه بيع اللعيبه بتاعته، بس عنده عناصر كتير، عنده عناصر بس ما فيش الاستراتيجيه بتاعه الشركه نفسها او مجلس الاداره انه عايزين انبي كسابق عهدها ان هو مربع ذهبي ويدخل افريقيا تاني وينافس واخد دوري واخد كاس. بقى له كذا سنه في تخبط في المنطقه الدافيه. السنه اللي فاتت يمكن كان لغايه اخر لحظه ترتيبه كنا بنقول انبي ممكن ينزل. ما شفتش جديد السنه دي، يعني ما شفتش حاجة جديدة السنة دي سواء مجلس الإدارة عملتها أو الجهاز الفني إن أنت تقول إن إنبي هينافس. فأنا مش مستغرب برغم إن أنا حزين على وضع إنبي في الترتيب أو بالمستوى ده برغم وجود العناصر المتبقية الكويسة، بس مش مستغرب لأن أعتقد إن الهدف مش موجود. ما تحسش يا كابتن شريف بالحماس وإن الناس عايزة تعمل حاجة وعايزة تقدم، هو عايز يفضل في المنطقه الدافئه. كذلك الداخليه او دلوقتي يعني يمكن انديه المؤسسات والشركات ما بقتش عندها الطموحات بتاع السنين اللي فاتت، بقوا دلوقتي يعني هنشوف الداخليه كل دوري بيحاول من اول ماتش من اول اسبوع لاخر بيحاول يجمع نقاط ويفضل في المكان اللي هو موجود فيه عشان يبقى برضه في الدو. فانا مش مستغرب يعني على المباراه انها تطلع بالتعادل السلبي، لان هو سلبي التعادل الايجابي 1-1 وتعادل في كل حاجه يعني. اوكي بكده يبقى انبي وصل للنقطه 12 متساوي برضه مع الداخليه للنقطه 12، ده في المركز العاشر وده في المركز ال11 فارق الاهداف لصالح الداخليه. الداخليه يعني ليه 13 وعليه 13، انبي له 15 وعليه 16 يعني ماينس 1، وده اعتقد يعني ان الداخليه لا يليق ابدا بعد 10 مباريات ان هو يكون في الوضعيه دي. هطلع فاصل ونكمل كلامنا مع كابتن عادل وكابتن حشيش وكابتن شريف، لكن المره اللي جايه هتبقى على النادي الاهلي. اهلا بكم في الختام، فاضل لنا ربع ساعه واقل من كده بشويه هنتكلم طبعا بالتاكيد على الاهلي وسفره للجزائر. كابتن سمير عدلي سافر النهارده لترتيبات الاوضاع والاجواء الاوتيل والملاعب ان شاء الله الرحمن بالتوفيق باذن الله كابتن سمير ان شاء الله الرحمن. لكن الاهلي هيسافر بكره بقى النهارده السبت 20، الاهلي مسافر 21 اللي هو يوم الاحد الصباح يوم الاحد الساعه 10 ان شاء الله الرحمن. كابتن عادل اجواء مباراه وفاق الصيف، واحنا يمكن عندنا حاجات حصريه بالنسبه لنا هنشوفها مع بعض من خلال مبارياتهم في الدوري من خلال يعني شحنهم او التعامل مع اللعيبه بتاعتهم سواء كان جماهير او مسؤولين هناك. ما فيش شك انه السفر قبل المباراه بيومين او يعني 48 ساعه دي خطوه موفقه جدا، يبقى بعيد عن الشحن، يبقى انت عندك تمرينه
وتمرينه ثانيه، تمرينه يوم الوصول وتمرينه ثانيه اللي هي تمرينه التحضير للمباراه. اعتقد انه برضو هيبقى بعيد عن الشحن اللي موجود. المتوقع من المباراه ان المباراه طبعا الملعب زي ما كلنا عارفين ملعب ضيق، والجمهور طبعا ده هم عندهم الشحن جامد جدا. يعني انا عرضت لك حاجات دلوقتي ان شاء الله كده هتبص الشحن عالي جدا جدا. مطلوب مننا، مطلوب مننا انه اللعيبه اللي هتنزل الملعب التشكيله اللي هيبدا بيها المدير الفني لابد ان الناس يبقى عندها خبرات، عندها خبرات انها بتقابل جماهير بالحماس ده وتقدر تمتص هذا الحماس. السيناريو بتاع المباراه ان انا ازاي ببدا وازاي ببقى في وسط المباراه وازاي لما يجي فيها هدف وازاي لما اجيب هدف، كل الحاجات دي اللعيبه لازم تبقى عارفاها متوقعاها بحيث ان انا لا افاجئ. علشان كده دايما اللعيب اللي عنده الخبره هيبقى عنصر فعال جدا في المباراه ديت. ازاي تعمل استحواذ، والاستحواذ ده مع الحماس الشديد وانا بروح اندفع علشان اخد الكوره ما بلاقيهاش، ما بقاش في حاجه نوع من المغالاه في الاستحفاظ بالكوره، بلعب الكوره من الشحن. في شحن كبير جدا يا كابتن، انا عايز اكد على هناك الشحن هناك كبير قوي. بص بص قدامك، بص قدامك كابتن عادل بعد اذنك. بص ده في تدريب على فكره، ده مش في ماتش. يعني انت بتتكلم على ده ماتش نهائي، بص عاملين ازاي. ده تدريب كمان. يعني هم هناك بيستعدوا للقاء من خلال جماهيرهم بالتاكيد هناك، يعني فشحن رهيب جدا. اتفضل يا كابتن عادل. الكوره عمرها ما بتبقى بالشحن، الكرة عمرها ما كانت بالشحن، والا كان اي حد بيتشحن بينزل يكسب. صح صح. لا يا كابتن، الكلام ده النادي الاهلي متعود عليه، وكل بطولاتنا بناخدها دايما الافريقيه وحتى في كاس العالم بنبقى بنلعب امام جماهير عريضه جدا. شفنا في تونس عندنا خبرات كتير، عندنا وكمان خبرات. الواحد اتبسط جدا بعوده السوليه طبعا في المباراه اللي فاتت، وعوده حسام عاشور وسعد عاشور وسعد سمير. فا ما فيش شك. وطبعا صلاح محسن اعتقد انه برضه ابتدى يرجع، مروان ابتدى يعني مع المنتخب ماشي كويس. صحيح. فاعتقد انه يعني المباراه ديت الشحن ده في صوت كمان، يعني لو سمير لو تقدر شغله شغله. ده تدريب يا كابتن شريف، تدريب. كابتن عادل حابب تختم جملتك. التشكيل هيبقى مهم جدا، محتاجين اللعيبه اللي بتأدي الواجب الدفاعي والواجب الهجومي، مش محتاجين غير ان انا بأمن جولي كويس قوي وبهاجم كويس قوي، في نوع من التوازن، في نوع من قرايه المباراه، القرايه الاماكن الضعف والقوه انا ببقى استغلها وبخش المباراه وانا النتيجه 0-0 مش 2-0 لينا. صحيح، اكنها المباراه الاولى. دي نقطه مهمه جدا. طيب اتفضل يا كابتن شريف. انا هقول لك على حاجه، مباراه الاتصالات عملت لي حاله من الاطمئنان شويه، زي ما انت قلت بعوده اللعيبه المصابه وما اكثرهم، انما في اعمده بيعتمد عليها كابتن عادل في حواره زي عمرو السوليه، ميدو جابر رجع، طمنا على اسلام محارب، وليد سليمان، صلاح محسن رجع بجانب الاداء الجيد اللي عمله سعد سمير كمان. ما انا قلت سعد سمير. قلت اقول احسن. المؤازره الجماهيريه الشرسه بقى اللي هي المؤثره الذي لا يملكون غيرها الحقيقه هم حاليا، لان انا شايف ان الفرقه دي عندهم حاجتين بس في صفهم، هم بيعرفوا يلعبوا على الارض اللي هي الترسانه دي الصلبه اللي هي ضدنا بس في الحكايه كلها، واحنا متمرسين برضو ان احنا عندنا من الخبرات ان احنا نتعامل مع اي مجموعه هتلعب. دي اخر مباراه ليهم يا كابتن شريف برضه عشان تبقى عارف، يعني 2-2 2-2 يعني كانوا متاخرين بهدف في الدوري. في الدوري يعني مع فرقه اسمها اولمبي، فرقه اولمبي طبعا احنا عندنا النادي الاولمبي النادي الشهير طبعا اللي خد واحده من الدوري، لكن ده كان مع فرقه هناك اسمها اولمبي، كانوا متاخرين بهدف وبعدين تعادلوا وبعدين بقى متفوقين 2-1 وجالهم ضرب جزاء ضيعوها، وفي اخر الماتش اولمبي ده تعادل معاهم 2-2. دي اخر مباراه هناك في الدوري. بص يا كابتن سيد، واضح ان هم من الناحيه الشمال بيعملوا عمليه زحف وبيلاقوا بعض، طول ما انت سايب انه يستلم براحته فهذا هيديهم فرصه الحقيقه، انهم لعيبه كوره كويسين قوي، والجزء اللي هو نص الملعب والفراوده بتاعته لعيبه كوره على مستوى، يعني انهم كسبوا زي فرقه الوداد دي انهم يكسبوها ويبقوا معاهم في نفس الشكل ونفس المنافسه، والند الوداد فرقه مش سهله ان هم عندهم الحظ وكسبوا، فهو الارض دي كانت سبب صعودهم لهذا الدور. اللي انا عايز اقوله حاجه ثانيه، ان اضعف خط عندهم هو خط
الدفاع بتاعها. برافو عليك. انت تعرف الجولين يعني من كرتات عرضيه كمان، الكرتين من كرات عرضيه. يعني شوف الكره دي يا كابتن، ده بعد ما تعادلوا 2-2. بص الكره دي بنالتي طبعا، ضربه جزاء ما فيهاش، لا ده ما حسبهاش خالص كمان، لانه حسب ضربتين جزاء، واحده جت واحده فدي بقى خلاص ما حسبهاش، لكن هم ليهم طبعا ضربه جزاء. اتفضل يا كابتن. ف احنا بنلعب يا كابتن سيد، كابتن حشيش، كابتن عادل، على هدف، على جول، جول يقلب الموازين دي كلها، هيصعبها عليهم على الاخر. لازم استراتيجيه كارديرون هو والجهاز الفني بتاعه، ان هو يبقى عارف ومجهز لعيبته ان احنا الاحسن والافضل. احنا لن نتاثر بالمؤازره الجماهيريه الشرسه اللي بتاثر على اللعيبه عندنا والحكام. احنا مش هنشوف كده. عندنا زي ما حضرتك قلت يا كابتن عادل، من اللعيبه اللي عندها الخبرات ان هي تقدر تترجم كل ده في صالح ال 2-0 اللي هو داخل بيهم، بس ما يعتمدش عليهم. يعتمد ان احنا عندنا سرعات. وليد ازارو، وليد ازارو ده لازم يبقى فيه سبورت ليه، ولازم يحصل له حاله من الشحن المعنوي ان بالتسديدات تقدر في ارض زي دي تعمل سكيتنج، تعمل فولو، تعمل حاجات كتير جدا، تقدر تغير النتيجه من اول ربع ساعه، تغير النتيجه من اول 20 دقيقه. كل ما الوقت بيعدي صعب عليهم، وكل ما الوقت بيمر، طول ما احنا حتى واحنا بنتفرج احنا بنستريح اكتر، هم بيتعصبوا اكتر، هم موجوده المفروض يبقى عندها. طول ما احنا بنلعب ضاغط عليهم وما بنسيبش مساحات يستلموا براحتهم، والحاله النفسيه واللياقه البدنيه بتاعتنا تبقى ان شاء الله مرتفعه هناك. فاعتقد ان المشوار اللي هم هيروحوا فيه بدري ده اللي هو بكره ان شاء الله، هيسافروا بكره ولا بعد بكره؟ صباح يوم الاحد ان شاء الله. صباح يوم الاحد هيسافروا ان شاء الله، فياخدوا على التمرين اللي حلو الاحد دي. الاحد لازم نتكلم باللغه العربيه الفصحى دلوقتي، لان المباراه خارج مره، خارج الخطوط المصريه. المباراه في الجزائر. لو في مصر كنا قلنا الحد، كنا قلنا الحد ان شاء الله، الحد المفرح، الحد المبهج. احنا ان شاء الله اليومين اللي هيبقوا قبل المباراه كويس، ان احنا مش هيبقى عندنا شكل نستقبل الجماهير اللي هتعصبنا دي، وهنشوف الشكل اللي هناك اللي هناك يعني هناك. احنا رايحين عندنا مهمه، اكننا رايحين في طياره خاصه حربيه، هنروح نخلص الماتش باذن الله، نحرز اهداف هناك باذن الله، استراتيجيه تتغير. الجماهير هناك لما بيلاقوا فرقه قويه وبتلعب على مستوى كويس الحقيقه بيحيوهم. فكل ده الشرذمه والمؤازره الجماهيريه الشرسه اللي احنا بنتكلم عنها دي ان شاء الله تبقى في صالحنا. هم يعني جمهور، هم هيسندوهم، بيحبوا اللعيبه كويسه طبعا. كمان عندنا لعيبه وخبرات وبتاع، لا بيحترموا الفرقه الكويسه قوي. صحيح طبعا، وبيسقفوا لك كمان يعني بتاع في اتحاد العاصمه قبل كده سقفوا لنا. وعايز اقول لك كمان ان يعني كل ما عدى الوقت تاكيدا لكلامك كابتن شريف، يعني حلو جدا، لو قدرنا نجيب هدف صعبناه عليهم على الاخر، لكن لو ما جابش هدف احنا معانا هدفين، عوده صلاح محسن عند وليد ازارو، هتلاقي في الاخر المساحات اتوجدت. مش عيب الامان في اللعب طبعا، مش عيب انك انت تبقى في موقف تطلع كوره بره، تطلعها كورنر، ده كل ده في مصلحته. كابتن حشيش، لازلت مصر، المباراه صعبه جدا، عندك حق. انا ويمكن قلت الكلام ده في الاستوديو بعد المباراه اللي كانت هنا، وكنت حذرت من تضييع الفرص اللي كانت هنا، الفرص ضاعت بسهوله، كان ممكن تريح نتيجه 2-0 يا كابتن عادل. نتيجه كويسه ومش كويسه. كويسه كانت 2-0 النادي الاهلي بخبراته وبتاريخه، مش كويسه في الاجواء اللي هتلعب فيها هناك، جماهير صعبة جدا، وانا طبعا لعبنا قدام الجماهير دي كتير، وجمهور صعب ومتحفز، لعيبة عندها حماس، مباراة على ارضها، حس انها جون واحد يدخلها في الماتش تاني. ده حقيقي، مش حاسس ان هو حقيقي بالظبط كده. فمن هنا يعني يكمن الصعوبة، كذلك برضو الارض اللي ترتان احنا لعبنا عليها اكتر من مرة، بس مش زي ما فرقة بتلعب عليها على طول، ففي بعض العوامل اللي هي ممكن برضو تقلقك. في الجانب الثاني احنا عندنا مجموعه من اللعيبه اللي رجعت الحمد لله، زي السوليه وعاشور وان شاء الله، وصلاح وسعد سمير، وطبعا وفي فتحي كمان، وليد وفتحي، يعني الناس دي عندها خبراتها كلها دور كبير جدا في مباراه ان شاء الله يوم الثلاث. اهم حاجه اللعيبه الخبرات، تهدي طبعا من اللعيبه الثانيه، احنا لازم نكون هادين جدا، ما ننجرش ل الاستفزاز بتاع الجمهور او اللعيبه الثانيه. ممكن على فكره برضو الشحن الجماهيري الكبير قوي ده يبقى سلاح عكسي على فريق الجزائر، ممكن يبقى برضو ناحيه سلبيه بالنسبه لهم. فاحنا لازم الخبرات اللي عندنا تهدي الفرقه كلها. ممكن كمان في سلاح ثاني اللي هو الاستحواذ ده، ممكن يضغط على اي فرقه ثانيه انت بتلعبها وفي ارضها، لما تبقى مستحوذ اكتر منه بتحس ان انت بتهمده، زي ما قال شريف، في الوقت كل ما بيعدي انت العامل النفسي عندك بيزيد، والعامل النفسي عنده هو بيقل. كذلك برضو من الادوار المهمه بكره الشناوي،
عليه عامل كبير جدا جدا، وخصوصا في الكرات العرضيه وفي الكرات العاليه مع طبعا قلبي الدفاع، وان شاء الله موفقين يعني ان شاء الله. الرحمن كابتن عادل شرفتنا. كان ليا كلمه صغيره بس. لا اتفضل تحرك الهواء مخصوص مش كده. يعني رجاء انه المدير الفني خطوط زي ما حضرتك قلت وزي ما الكباتن قالوا، هيبقى في نوع من انواع الضغط المكثف من فريق الجزائر. خلاص يبقى انا بلعب بثلاثه في المرتده، وليد سليمان وازارو واحد من الاثنين، يا اما اسلام محارب يا اما مؤمن زكريا اذا كانوا هيلعبوا. انا بهاجم بثلاثه فقط، انما انا مريح الناس اللي في نص الملعب والمدافعين، بوصل لحد نص الملعب وفقط، ما بزودش علشان عمليه الاستحواذ ان انا واحد متحمس جدا فانا بجريه، بحطم من معنوياته. وبعدين سيناريو بقى بغير في المباراه، ان انا في لحظه بروح ضاغط عليه من تحت وهو بيبدا الهجمه من تحت، وفي لحظه ثانيه زي ما السنه اللي فاتت واحنا بنلعب الزمالك اول شوط، الشوط الاولاني كنا عمليه التغيير السيناريو في الاداء، انت مره بتضغط ومره بتقابل من نص الملعب، كانت عمليه خطيره جدا. وبعدين بتهاجم بثلاثه، فاكر انت علي معلول لما بيروح وراح عاملها واحده، وليد سليمان لازارو الجول الثالث، نفس القصه دي احنا محتاجينها يوم الثلاث ان شاء الله، ان الحته دي هتبقى موجوده، ان انا بهاجم على المرتده وعندي من السرعات اللي توصلني ان انا اجيب هدف في البدايه، وهو كده في حماسه اروح حاطط جول. المباراه بالنسبه له بتتصعب مع الاستحواذ مع الجديه مع الرقابه الشديده، اعتقد ان شاء الله بعون الله نرجع يوم الثلاث منصورين باذن الله تعالى. شكرا يا رحمن. كابتن شريف عايز تضيف اي حاجه؟ بشكرك وبشكر حبيب. الكباتن والحمد لله على سلامتك، بس انا عايزك انت اللي تضيف بقى في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. تنوع على حكايه الضربات الثابته اللي بتبقى على اليمين والشمال بالنسبه لهم وبالنسبه لنا، احنا صحيح. لازم ان الماتش ده اعتقد ان اخطر حاجه فيه هتبقى الضربات الثابته، وانا ما لحقتش اقول لك المعلومه دي، بس انت عايزك تاكد عليها في ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. كابتن حشيش؟ موفقين بس ان شاء الله باذن الله. طيب عندي حاجه ما بين بطل القرن الافريقي وبطل القرن الاوروبي، يعني طالما الامر بقى في مصر بالشكل ده هفكركم بحاجه، يعني هفكركم بزين الدين زيدان. تمام. الراجل ده دي صوره بطل القرن الافريقي وبطل القرن الاوروبي. تمام. كسبنا الماتش ده 1-0 ساندي ولا ساندي كان لابس فانيليت رقم 6 هو مباراه لجوزيه جوزيه كان اول مباراه لجوزيه ذكرت قوي. ايوه هو ده بطل القرن الافريقي وده بطل القرن الاوروبي. دايما المدرب غير هيرو هتساله فاكر هيرو احسن ليبرو في احسن ديفندر في اوروبا. بس خالد بيبو روقه خالد بيبو الراجل ما طلعش على احتياطي ده طلع على اوضه اللبس على طول. المدير الفني بتاع اسبانيا. في ناس بتسال زيدان وناس بتسال الظروف. اشوفكم بكره على خير ان شاء الرحمن، 10:30 بكره ان شاء الرحمن هتقابل معاكم في حلقه جديده من الاهلي باذن الله، وحلقه هنتكلم فيها في اللا منطق. انا اسف ان انا بقول كده بس هي دي الحقيقه اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي. اشوفكم على خير بكره ان شاء الرحمن في نفس الميعاد بقى، بس المره دي متقدم شويه نص ساعه، 10:30 ان شاء الله.